أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا البرنامج الخاص في هذه الظروف الخاصة التي تمر بها الجزائر. كعادتها جمعية البركة بالتعاون مع قناة لينا تنظم حملة تضامنية لتوفير الكثير من المعدات الطبية التي تفتقدها المستشفيات، وعلى رأسها أجهزة التنفس ومادة الأكسجين والكثير من المعدات الطبية الأخرى. يحضر معي في هذا البرنامج بطبيعة الحال رئيس جمعية البركة سيد أحمد إبراهيمي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. كما أرحب أيضا بالدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أهلا وسهلا بك دكتور إلياس. شكرا. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ النقاش نترحم على فقيد الساحة الإعلامية الزميل والصديق والأخ كريم بوسالم رحمة الله عليه، ورحم الله جميع الموتى الذين فقدناهم بسبب هذا الفيروس. أيضا أتمنى الشفاء العاجل للزميلة والصديقة سوريا أبو عمامة والشفاء العاجل لكل المصابين بهذا الفيروس الذي أودى بحياة الكثيرين من الجزائريين. نسأل الله اللطف والعافية، ونسأل الناس الوعي والوعي بخطورة هذا الوضع. الكثير من الكلام سيقال بعد فاصل قصير. إذن سيد أحمد إبراهيمي، منذ أيام وأنت تحضر لهذه الحملة التضامنية، ويعني أنت متعود، جمعية البركة متعودة على تنظيم حملات التضامنية في الكثير من المواضيع. نتكلموا على فيروس كورونا، نتكلموا على الوضع الوبائي بالجزائر، كانت عندكم حملة في بداية الوباء، الآن الأمور تغيرت، الوضع تغير، يتطلب وقفة أخرى، يتطلب مجهودات أكبر. منذ فترة أطلقت حملة تضامنية مع قطاع غزة بعد قصف الكيان الصهيوني على قطاع غزة وتدميره وتدمير البنى التحتية وتشريد يعني الآلاف من الفلسطينيين، ويعني نتجت على هذه الحملة التضامنية يعني النتيجة تاعها كانت كبيرة، وكانت يعني هناك قوافل اللي توجهت لقطاع غزة باش توفي بالوعد تاعك وباش توفي بالحملة اللي كنت أطلقتها. على كل حال فيما بعد سنتطرق لبعض المنجزات وبعض النتائج بالصور. الآن نتكلم على هذه الحملة الجديدة، حملة التضامن الآن لتوفير المعدات الطبية اللي سجلنا نقص كبير، وسجلنا يعني صور مؤلمة شفناها في الكثير من المستشفيات. في البداية كلمنا على هذه الحملة أستاذ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة لك وللدكتور يعني، وأنا شاكر لقناة لينا على استضافتهم وعلى المشاركة معنا في هذه الحملة، وأشكر أيضا الشركاء الآخرين وعلى رأسهم نقابة الأطباء للصحة العمومية لممارسي الصحة العمومية والتي على رأسها الدكتور إلياس مرابط الذي يشرفنا بحضوره، وأيضا نقابة العمال التربية تاع الأنباف الذي على رأسها الأستاذ الفاضل صادق الزيري، وأيضا نقابة الأئمة التي على رأسها الدكتور جمال غول، وأيضا هناك جمعية أخرى التحقت بنا أيضا لكي تكون معنا في الحملة وهي جمعية نجدة. كل هؤلاء يعني، والباب مفتوح يعني للجميع، لأن الأزمة أكبر من البركة وأكبر من رؤوسنا بأكملها. ولكن كما تعلمين بأن هذا الوباء أصبح يهدد الأمن القومي للبلد، لكي يفهم الناس بأن هذا الأمر ليس بسيطا وليس سهلا حتى نستسهله أو نحمل المسؤولية لجهة دون جهة. الآن نحن داخل النار، النار مشتعلة، علينا اليوم أن نعمل جاهدين على إطفائها، ثم يأتي التقييم بعدها وتحميل المسؤوليات. يعني اليوم احنا كمواطنين نعيش في هذا البلد، وكجمعية من واجبنا نحافظ على بلدنا، من واجبنا نحافظ على هذا المجتمع. وهذا المجتمع واش يكون؟ هو آبائنا وأخواتنا وأمهاتنا. أنت في بداية الحصة قدمت التعزية للناس،
هذو ناس افتقدناهم يعني صعب باش تعاود توجد امثالهم اليوم، كما ذاكرين بوسالم الله يرحمه، قبيل وسليم بخليلي، الان الناس اللي راه تموت من اطباء من علماء من ائمه من صحفيين من فنانين، يعني ناس لهم وزنهم في المجتمع وقدموا لهذه البلاد، راهم يروحوا ضحيه هذا الوباء. يعني الى متى نبقى نحن ننتظر ان الزيت تضاعف الاعداد والزيد كل يوم نبقى ونبكو وكل يوم نبقى ونتحصروا ونديروا في التعازي؟ بالأمس أنا مضيت خمس تعزيات، بالأمس برك مضيت خمس تعزيات، يعني في الجسم تاع البركة، في الجسم تاع البركة اللي ماتونا دخل الجسم تاع البركة، خلينا من الناس واحد أخرين. هذا الحملة أطلقناها ليس احنا أطلقناها العنوان الأكبر حملة الحياة، بالتضامن نجتاز هذه العقبة وهذه الأزمة. احنا اليوم رحنا الأولويات المطلوبة منا، الحملة اللي فات كي قمنا بها كانت تحتاج إلى تعقيمات وتحتاج إلى مثلا نقولوا حملات تحسيسية وكمامات، وزعنا 5 ملايين كمامة بالشراكة مع الشراء كذا ذكرتهم للرجال أمور، لكن الأمر هذا المرة لا، المرة هذا المرة أكبر، الأمر تغير أتغير يتطلب استراتيجية، وحتى الفيروس تغير، حتى الفيروس تطور ولا يهددنا ولا يهدد جميع الشرائح تاع الناس. في الأول كان يهدد غير الشيوخ الكبار والناس اللي عندهم الأمراض، الآن راه جايبه على جهة، من الطفل الصغير للشيخ، ما كانش واحد اليوم راهو في منأى على هدا. فلهذا أطلقنا هذه الحملة بالشركة معانا ومع الشركاء اللي ذكرناهم، باش نقتني 2000 جهاز تاع تنفس تاع 10 لتر، لأن الناس الخبراء قال 5 لتر ما عنده حتى فايدة، وقال لك جيبوا تاع 10 لتر، احنا درنا بدينا نديروا في الإجراءات، راسلنا وزارة الصحة، شفنا مع البنك، شفنا مع يعني القطاعات اللي نمر عليها. هذه هي الإجراءات اللي تعكس الخبرة اللي عندكم، لأنه هناك الكثير من المبادرات الطيبة اللي يقوموا بها الكثير من الناس في الجزائر، لكن معناتها ما عندهمش التجربة، ما عندهمش الاستراتيجية، ما عندهمش الخبرة. على هذه بعد راح نتكلموا على 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 ضرورة ربما الالتفاف حول هذه المبادرة اللي تقوم بها جمعية البركة، اللي هي جمعية عندها خبرة طويلة في العمل التضامني والعمل الخيري، ويعني تجاوزت حتى حدود الوطن، هي يعني التخصص تاع جمعية البركة هي العمل التضامني يعني والإغاثي عبر العالم، وشفنا جيدا وش قدمت جمعية البركة للكثير من الدول عبر العالم وبالأخص فلسطين وقطاع غزة. دكتور مرابط الياس، الآن حسب رأيك كيفاش راه الوضعية الآن؟ يعني احنا شفنا الكثير من الآراء، استمعنا الكثير من التصريحات، هناك التصريحات اللي تعطي لك الواقع كما هو، هناك التصريحات التي تهول ربما من الوضع، هناك التصريحات تهون من الوضع وتبسط الوضع إلى غاية أنه تقول يعني لماذا كل هذا الهلع؟ حسب رأيك انت راك في الميدان، والآن يعني احنا نشكرك جيت لبيت الدعوة وقلت لي انه ما لازمش نطول بزاف لانه عندك واجبك تقوم به في المستشفى، وكان من المفروض يكونوا معنا عدة ضيوف، بعضهم أصيب بفيروس كورونا، يعني في آخر لحظة اكتشفنا أنه عنده فيروس كورونا، وبعض الضيوف من أطباء متواجدين الآن في المستشفيات يقوموا بالمهمة تاعهم ما قدروش يجوا، هما معذورين في كل الحالات. أنت جيت تنوب عليهم دكتور ياس مرابط، كيف هي الوضعية الوبائية؟ أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا بدورين نعزي كل يعني كل عائلات كل الجزائريين والجزائريات اللي يعني فقدوا غالي في هذا وغالية في هذا المحنة اللي مع الأسف رانا فيها منذ سنتين تقريبا، يعني لما نولي حتى الشهر فبراير 2020، من هذاك الوقت وهذا الوباء يعني حصد الكثير من الأسماء والألقاب والصفات من جزائريين وجزائريات كلهم يعني في بمكانتهم يعني في وسط عائلتهم، ولكن يعني ماشي عيب وماشي نقصوا من قيمة الناس لما نذكروا أسماء، يعني في أسماء، يعني في أساتذة في الطب، في علماء يعني فقدناهم، في ائمه، في كما قال يعني صحفيين فنانين، في مسؤولين كذلك كبار يعني اللي قدموا الكثير للبلاد هذه وذهبوا، يعني ما خلوناش حتى الوقت باش يعني باش نزوروهم في المستشفى ولا باش نودعوهم، ربي يرحمهم الكل، واتمنى الشفاء العاجل لكل مرضانا، وان شاء الله يعني بتضافر جهود الجميع نتمكن باش نقدموا يد العون عن طريق التضامن، عن طريق المواساة، عن طريق الكلمة الطيبة،
وعن طريق الامتثال بالاجراءات الوقائيه، لانه صحيح. وهذا واجبنا اليوم كذلك. نظن باللي المواطن الجزائري يفهم اليوم مسؤوليته مسؤوليه كبيره جدا، وهي الالتزام بالحجر الصحي. وانا لا اكتفي بالحجر الصحي الذي اقره مجلس الوزراء امس، وارى انه رغم انه توسع يعني وهذا شيء مليح، ولكن نطلب من المواطنين انه كل واحد يحجر نفسه يعني صحيا، يخرج للبرا الا للضروره. إذا كان ما عندوش شيء اللي يخرجوا لبرا، راهو في البيت، راهو في المنزل، ويحافظ على صحته ويحافظ حتى على حتى لما والديه. يخرج يكون ملتزم بالإجراءات الوقائية، بالالتزام بالإجراءات الوقائية بالطبع. إذا كان إنسان مضطر يخرج، لحد الآن مازال الناس ما تديرش كمامة، لحد الآن شوفوا الأعراس في الطريق. أنا وأنا جاية في الطريق تلقيت مع عرس. أنا نقول عيب يعني الناس تحشم، أنا نقول صحيح. لازم الناس تحشم على بعضها بعض. رانا نتكلموا على إنسان جاره في المستشفى في العناية المركزة هو داير عرس، انسان جاره داير يعني مأتم يعني عنده جنازه بالك منذ يوم يومين، هو داير يعني حفله على جال وليده ولا بنته جابت الباك. رغم انه نهنيو كل شبابنا هذو ولادنا وبناتنا وفرحنا لهم، ولكن ما راناش في الوقت اللي رانا فيه ماهوش نتاع اعراس، ماهوش تاع حتى باش نديروا يعني ننظموا يعني بمناسبه الجنازه نديروا يعني ثلاث ايام ونديروا، وماهوش وقت نتاع نديروا دي كورتاج، وماهوش وقت انه نروحوا للاماكن العموميه للنزهه، وماهوش وقت انه نجتمع يعني في على شاطئ البحر والجزائريين والجزائريات يعني اخرين يعني يشتاقون يعني جرعه اكسجين ولا يموتون يعني في المستشفيات بسبب هذا المرض. الوضعيه كارثيه، انا هذا هو المصطلح اللي نستعمله، الوضعيه كارثيه، واللي يقول عكس هذا الشيء يعني سواء يزايد علينا سواء ماهوش حاب يتحمل مسؤوليته. خاطر المواطن اللي كان ما بنغنالوش الصوره الحقيقيه، ما وصلنالوش حقيقة يعني واقع الشيء اللي رانا عايشينه كمهنيين وعايشينه العائلات يوميا. أنا نقول أنه ممكن ما نأدوش واجبنا بالطريقة هذه، كنا أطباء، كنا مهنيين في قطاع الصحة، ولا كنا إعلاميين، ولا كنا سياسيين. لازم نخاطبوا المجتمع، لازم نوصلوا المواطن بلغة الصورة الواقع. الحقيقية الواقع. بلغة الواقع. الأعداد المحصلة يوميا والمعلنة رغم أنها تصاعدت، يعني كنا نتكلموا على 200 حالة منذ 3 شهور، اليوم رانا نتكلموا وصلنا الى معدل تاع 1400 حاله يعني تقريب. ومع هذا الاعداد هذه لا تعبر حقيقه عن الواقع، الاعداد هذه لازم تضرب على الاقل في 5-6 خطرات. رانا اليوم نحصي انا على مستوايا وعلى مستوى نقابتنا الشيء المعطيات اللي متوفره لنا على مستوانا عبر الوطن بالطبع، ما نقدروش ننزلوا تحت ال 5000 حاله يوميا. هادو الناس اللي يروحوا للمستشفيات، الحالات المرضيه المؤكده نسبه منهم لا تقل على 20% 25% تصل الى المستشفيات، ولكن تصل يوميا. ولكن كاين كثير من الحالات ما تروحش للمستشفيات. الحمد لله. معروف على الوباء هذا منذ بدايته انه 80% تقريبا يعني يعالجوا في اعراض متوسطه الى خفيفه، يعالجوا في البيت، ولكن لازم يلتزموا بحجر صحي لا يقل على 10 ايام. يعزل روحه الانسان، ما ملا كان شاف روحه لاباس، عنده شويه يسعل شويه يقول لك بس راني نحس روحي مليح، ولكن تحس روحك مليح بشرط انه تؤدي واجبك كذلك. ما لازمش تكون انت كذلك اداه ولا وسيله لنقل العدوى الى اخرين. كاين ناس هو بالعلاج نتاع الكوفيد ولكن مجمع في مقهى، هو بالعلاج تاع الكوفيد ولكن في سياره اجره، هو مجمع بالدواء تاع الكوفيد وعند الحلاق، وهذه كارثه. يعني الناس لازم تفهم باللي راهو اصبح موزع آلي للوباء في الوسط نتاعو. ما ممكن نتوحش صاحبه راح يخدم حلاق راح يجمع معاه، ولكن راح يكون سبب في مرض الحلاق هذا يكون الناس من داخل. دكتور، صعوبه الوضع الوبائي اللي رانا نعيشوه هذه الايام، هل مرده الى صعوبه الفيروس عندما تحول بهذا الشكل، او لان هناك نقص في التكفل الطبي؟ ثلاث عناصر أساسية. أولاً المنظومة الصحية نتاعنا منظومة هشة ضعيفة متأزمة منذ سنوات، وهذه بالعام الخاص يقولها المواطن. مش حاجة جديدة هذه. حتى المسؤولين، رئيس الجمهورية منذ سنة تكلم وقال أنه الوضع كارثي داخل قطاع الصحة، ويجب أنه نباشر في إصلاحات بصفة مستعجلة. إذن هذا باش يعني نغلقوا القوس، يعني الكل على باله، ما كانش اللي يقول المنظومة الصحية نتاعنا ما فيهاش مشاكل. هذا العنصر الاول. العنصر الثاني هو يعني لما نتكلموا على التكفل نتكلموا على العدد الهائل نتاع المرضى اللي وصلوا للمستشفى ساعه بساعه. كنا نتكلموا على بالك يوم كل يوم راه يزيد، اليوم رانا نتكلموا ساعه بساعه تصل قوافل، يعني مجموعات نتاع مرضى كلهم لازم يدخلوا المستشفى،
ومنهم من لازم يدخل الى الانعاش مباشره. والمنظومات الصحيه في العالم يعني حتى في الدول المتقدمه شفنا وصرا فيها، الولايات المتحده، في بريطانيا، في ايطاليا، اسبانيا، نذكر يعني باش ما ننساوش، كانوا مروا بهذا الازمه، وكان فيه تشبع في المستشفيات، وكانوا فيه مرضى كانوا يخيروا، نفكر برك المواطنين الجزائريين كنا نتبعوا يخيروا من المرضى شكون يديروا الانعاش، شكون يديروا له الاكسجين، شكون يخليوه. ولكن هو ولكن في هذيك الدول ضرب الفيروس بطريقه اكبر واكبر واكبر، ماشي بنفس الطريقه اللي ضرب بها الجزائر. الحمد لله الحمد لله والحمد لله كان عندنا فرصه انه شاهدنا ما يجري عند هؤلاء. اذا كان فيه دروس كان يجب ان تستخلص، يعني نستنتج من الوضعيه اللي عاشوها اخرين انه ممكن هذيك الوضعيه تصل عنا. دونك نهيئ نفوسنا على مستوى التوعيه والتحسيس والصرامه في تطبيق البروتوكولات الصحيه والردع للناس المخالفين. انا نتكلم بهذا الشكل لانه ما بقاش نحسوا في بعضنا بعض، رانا في سنتين الكل يعرف واش حاب يقول الوباء، طريقه انتشاره والمخاطر نتاعو، ما نبقاوش درك نفتيو على بعض. دونك يجب نطبقوا القانون بالصرامه. ومن بعد فيه امور اخرى متعلقه بالتكفل، تكلمتي على التكفل، كنا تكلمنا على تخصيص اماكن، تجهيز اماكن هي موجوده، قاعات رياضيه، صافاكس هنا في العاصمه مثلا تصلح للمرضى، تصلح للفاكسيناسيون اليوم مثلا، يجب برك انه نهيئوها بامور بسيطه ضروري، يعني ماهيش كبيره بزاف. لي كونسونتراتور دوكسيجين، هذا الاجهزه نتاع اللي تجيب الاكسجين للمرضى، اغلبيتهم يعني يستحقوا هذا مستوى التدفق نتاع 10 لتر يعني في الدقيقه، كاين اللي لازم نطلعوا لهم اكثر، يبقوا في المستشفى، يبقوا في الانعاش. ولكن الاغلبيه نتاع المرضى يحتاجوا ان سورس دوكسيجين توفر 10 لتر في الدقيقه عن طريق مثل هذه الاجهزه اللي مشكوره الجمعيه. 10 يعني لتر في الدقيقه، 10 لتر في الدقيقه يعني بالضغط، يعني نسبه التدفق يعني هي اجهزه تقدم 10 لتر في الدقيقه. اليوم المعدل نتاع المرضى اللي راهم في المستشفى اللي حالتهم معقده واللي راهم في الانعاش يوصلوا الى معدل تاع 15 20 حتى 30 لتر في الدقيقه. وكاين هذيك القارورات الكبيره نتاع الكبيره الكل. طيب راح نعاودوا نرجعوا لاشكاليه الاكسجين. تكلمت انت على تهيئه الاماكن اللي من المفروض تخصص فقط لعلاج الكوفيد، وعدم تهيئنا لهذه الاماكن بالرغم من انه عندنا دوك اكثر من عامين احنا نعيشوا هذه التجربه تاع الكوفيد. صحيح. خلانا نلغي ونوقف علاج الامراض الاخرى ونخصص. صح. كل المستشفيات لل أقسام عديدة نخصصها لعلاج الكوفيد. صحيح. هل صحيح. هذا معقول؟ بالطبع معقول، ولكن اليوم في الحالة المستعجلة بما أنه ما عندناش حلول بديلة، ما باليد حيلة، يجيك أنت مريض ولا مريضة تختنق يعني ولازم لها سرير. ولكن تهيئة الأماكن ما تتطلبش إمكانيات كبيرة كقطة صافاكس أو مستشفيات ميدانية ربما. مستشفيات ميدانية، كاين قاعة رياضية تقدر تسخر يعني مساحة تجارية كبرى، كاين فنادق، يعطيك الصحة، ونوفر فيها أمور بسيطة يعني لليتر، يعني الإنسان سرير يعني لسانيتار. ولكن ونخلوا المستشفيات بقيه الاقسام تعالج فيها الامراض اللي الناس راهي تعاني منها يوميا واللي راهي هي ايضا تسبب اموات. راح نربح بالطريقه هذه، نربح شي لك تقولي فيه، يعني تبقى النشاطات الاخرى يعني مستمره، ويبقى التكفل بمرضى اخرين رانا مغيبينهم، ما راناش نتكلموا على الماساه نتاعهم. كاين عديد الاختصاصات وعديد المرضى راهم يعانيوا بسبب عدم التكفل ولا نقص التكفل، وفيه تعقيدات وفيه موتى على 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 هذا المستوى كذلك. وراح نربح من جانب اخر، راح نربح شيء مهم، وهو انه ننقص حلقه العدوى داخل الوسط المهني. لما نخصص اماكن يعني كما هذه للكوفيد، راح نخصص فرق طبيه وشبه طبيه واعوان يعني تعمل في هذه المصالح بعيده عن المصالح الاخرى اللي ماهيش كوفيد يعني. وبهذاك الشكل يعني راح نقطع يعني الحلقة ولا السبب اللي كان يعني يكون فيه عدوى بين يعني. سبحان الله دكتور، يعني هذه اقتراحات بسيطة وكنا دائما نسمعها من أطباء، لكن التطبيق لا أعرف لماذا لا تطبق مثل هذه الخطوات، يعني والله سؤال محير. راح نعاودوا نرجعوا للموضوع، فقط لما نعاودوا نرجعوا للحملة التضامنية أستاذ أحمد إبراهيمي، تكلمنا على التضامن لازم يكون
كل أفراد المجتمع متضامنين بكل فئاتهم. نشوفوا هنا نداء بعثه لنا الروائي والكاتب الكبير وسين الأعرج، يحث فيه على التضامن، تضامن الجزائريين في هذا الظرف الصعب حتى نجتاز هذه الأزمة. نشوفوا هذا الفيديو ثم نعود ونرجعه. أولا اسمحوا لي أن أبارك لكم عيدكم المبارك، كل سنة وأنتم بخير، وأن أعزي كل العائلات التي فقدت عزيزا في المدة الأخيرة سواء بسبب الكوفيد أو بغيره. كما تعرفون بلادنا تعيش ظرفية خاصة وصعبة جدا متعلقة بفيروس كورونا، وقد تسبب هذا الفيروس في ضحايا كثر، وهذه الموجة العارمة أحدثت خللا أيضا في البنية الصحية، وهذا يحتاج إلى تعاضد المجتمع المدني، تعاضد حقيقي، أن نشترك جميعا كل بوسائله الخاصة، كل بإمكاناته المتوفرة لديه، من أجل إنقاذ الأرواح التي تعاني اليوم من الكثير من المخاطر بسبب هذا الفيروس. ولهذا أدعو كما يدعو كل زملائي وأصدقائي مجتمعنا المدني لكي يتحرك، أن نجمع الأموال التي يمكن أن نجمعها من أجل المساهمة في الإنقاذ، لشراء الأجهزة، لشراء الأدوية، لمقاومة هذا الفيروس الشرس، خصوصا في تحولاته الأخيرة، خصوصا تحول دلتا الذي يعدي أناسا كثيرين في ظرف وجيز. وكما نرى ما يحدث في الجزائر هو شديد الخطورة، ولهذا لا يمكن أن نبقى مكتوف الأيدي أو مكتوفي الأيدي ونندفع إلى الأمام من أجل المشاركة. وأنا أدعو طبعا من هنا رجال الثقافة، الناس الذين لديهم إمكانات مالية، أغنياء الجزائر، ناس الخير، ناس الطيبة، أن يساهموا في هذا الحركة أو في هذه الحركية المهمة والتي ستعود بالخير على مجتمعنا الجزائري. أرجوكم أن لا تتأخروا في هذه المساعدة، لأن أي تأخر ستكون نتائجه وخيمة، خصوصا بالنسبة لأجهزة التنفس التي يمكن الحصول عليها بقدر ما من المال الذي يسهم في التخفيف على الأقل من المعاناة التي يعاني منها مرضى الكوفيد. ولهذا أنا أهيب بكم جميعا وأهيب بنفسي أيضا أن نشترك في هذه الحملة من أجل الخير، ومن أجل أن يتحرك المجتمع المدني، ومن أجل أن نكون حاضرين في هذه اللحظة التاريخية، ونحن نعرف أن الجزائريين مهما كانت اختلافاتهم إلا أنهم لن يتأخروا في القيام بهذه المهمة الخيرية. كتر خيركم، ونلتقي من أجل هذا الجهد العظيم، هذا الجهد الإنساني. إذن هو نداء من القلب للكاتب والروائي الكبير الجزائري وسين الأعرج، هو واحد من الجزائريين اللي توجه بهذا النداء، والكثير يعني الجزائري كلهم أستاذ أحمد إبراهيمي مش راح يوقفوا مكتوفي الأيدي أمام حملة مثل هذه، أمام نداء مثل هذا. بالنسبة لحملة التضامن اللي راك يعني تجهز فيها أستاذ أحمد إبراهيمي، تقدر تحدثنا عليها أكثر، على آلياتها، وش هي المواد اللي عليها الطلب الآن؟ هنا الكلام كله حول أجهزة التنفس، حول مادة الأكسجين اللي راهي تعاني منها، يعني هناك نقص كبير في المستشفيات، وشفنا صور محزنة، صور لا تشرف، يعني شفناها تدافع الجزائريين للحصول على قارورة أكسجين. كل هذه الأمور ربما نقدروا نتغلبوا على هذه الصورة القاسية بالتضامن. الآن كما قال الأستاذ أحمد إبراهيمي، نتضامنوا، نجتازوا الأزمة، ثم نتحاسب إن تطلب الأمر. تفضل أستاذ أحمد. أنا بالنسبة لي أشكر الأستاذ يعني الروائي والكاتب وسين الأعرج على هذا الصرخة، يعني أنا بالنسبة لي صرخة مش دعوة،
الدعوة تكون في الحالة اللي استطاع الاستقرار. هذه صرخة من كاتب كبير ومن إنسان موجع الناس، وأنا ما عندي شك في الشعب الجزائري. يعني احنا متعودين نتعامل مع الشعب الجزائري في هبات، سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن، عمره ما خذلنا هذا الشعب في أي حملة قمنا بها. احنا اليوم حبينا نساهم في بناء جدار حقيقي، في بناء جدار حقيقي وكتلة يعني حقيقية تواجه كل الأزمات، الكوفيد وغير الكوفيد. فلهذا لما هذا المواطن اللي راه بعيد اليوم كيشوف قناة مع جمعية مع أطباء يخموا فيه، رح يولي من بعد رح يولي مواطن صالح بالمفهوم هذا، بالمفهوم السياسي مواطن صالح، يولي يخمم على البلاد، يفكر البلاد. فاحنا كيطلقنا الحملة هذه على حساب جهدنا وعلى حساب المتطلبات، لأن هذه الأجهزة لو كانت تصنع في الجزائر هنا هاي ما هيش مشكلة، هاي كان كل واحد مواطن يعيش 6-7 ويصدقهم. الجزائريين هكذا يخدموا، يختار في الجزائريين يحب يخدم بيده أكثر من اللي يحب يعطي الواحد آخر يخدم في بلاصته. ولكن احنا هذه الأجهزة اللي تجينا من جوايا أخرين لازم نتجمعوا الجهد، الجهد هذا المالي، والجهد الثاني نطلب من المؤسسات الرسمية تسهلنا حوايج. مثلا غدوة كيما الشحن، ما أنا ما عنديش الأموال غدوة باش نروح نخلص على الشحن، أنا لازم وزارة النقل في الجزائر تعطيني طائرات ولا المهم هي تجيب لي هذا الآخر. أنا ماشي. هل تواصلت معها مع السلطات؟ نتواصلوا، احنا درنا الإجراءات هذه. حبيت نقول باللي احنا مانيش فورنيسور راح نبيع هذه الأجهزة. أنا إنسان مع شركائي، مع الناس المؤمنين، مع الناس اللي يريدون أن يتاجروا مع الله، لأن الأمر الذي نقوم به ما كانش أعظم من هذا الأمر اللي نقوم به. ما كانش فعل تاع خير وما كانش فعل عظيم يأجر عليه ربي قد إحياء النفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني الأجر تاع الأمر هذا يعطيك ربي بقدر سكان المعمورة كل، يعني موش حاجة صغيرة. احنا كنا نقرأ في زمان يقول لك رجل سقى كلبا دخل الجنة، هذاك تنقذ إنسان، وما أعظم من ما كاش ما أعظم من الإنسان. أحسن خلق خلقها ربي الإنسان. معناه الإنسان اليوم موش مجرد راح تدير له قفة توكله ولا راح تتكسيه، راح تنقذه من الموت، راح تنقذ روحه. فلهذا اطلقنا الحملة، احنا رحنا للأولويات اللي قادرين عليها، هي هذه أجهزة التنفس. وحددنا في البداية 1,000,000 كمامة تتوزع، وقلنا ننخرط في حملة مش التحسيس بخطورة المرضى دي. فتناها دكتور الآن التحسيس في قضية الفاكسا، لازم الناس تروح تنحنى من الأوام. يعني يخرج لي واحد أنا يقول لي الفاكسا يا ودي هذه مشكوك فيها لأنها بيس، يعني لهذه الدرجة في 21 في 2021 مازلنا احنا يجي واحد يصنع لنا رأي حول قضية مصيرية نقضوا بها الناس، تقول لي هذه كي دير الاخر راح تولي بيس. حاسب روحه هو راه قابض الكي جي بي ولا السي اي اي، راح انت اللي يجسوا عليك اصلا. روح انقذ روحك، دعك من الخرافات هذه، روح انقذ روحك من الموت، ما تكون السبب انت في قتل باباك ويماك. كاين الناس انا متاكد اللي متاكد، ولازم هنا الشؤون الدنيا تدخل، ولازم المجلس تاع الفتوى تاع الجزائر يدخل، يروحوا يفتوا فتوى معلنه هكذا جهار النهار باللي الانسان اللي يتورط في نقل هذا المرض هو يعلم هذا مجرم وقاتل الروح. نعم، خليك معايا برك أستاذ أحمد إبراهيم. معنا عبر الهاتف من سطيف الإعلامي مدير موقع سطيف نيوز أو صوت سطيف الزميل حمزة حناشي. مساء الخير. مساء الخير ليك وتحية طيبة لكل المشاهدين وضيوف الكرام. نعم حمزة، أنت كنت تستمع إلى جانب من هذا النقاش، تكلم أستاذ أحمد إبراهيمي على هذه الحملة التضامنية اللي نظمها يعني انطلاقا من هذا البرنامج، وتكلم على النقص الكبير اللي تشهده المستشفيات فيما يتعلق بمادة الأكسجين بأجهزة التنفس. وإحنا كلنا تابعنا المأساة اللي صارت في مستشفى سطيف، وين كان هناك نقص كبير يعني تسبب في ربما احنا ما عندناش امور رسميه، ما عندناش ارقام رسميه، ما عندناش معلومات رسميه، ولكن الاخبار تقول انه في ناس فقدت حياتها لانها ما لقاتش الاكسجين. الان بعد مرور ربما يومين على الحادثه، كيفاش الوضعيه الان بخصوص وضعيه مرضى كوفيد بولايه طيف؟ حقيقه انه مختلف مستشفيات الولايه كبيره
تشهد ارتفاع كبير ومحسوس في عدد الإصابات، خاصة أن هذه الموجة الجديدة تتسبب مباشرة في الرئتين، يعني المرضى يحتاجوا أجهزة تنفس. صحيح أنه ليس شهدت أزمة في اليومين الأخيرين، لكن بعد الأزمة اللي صارت والنداءات اللي مشت الأكسجين، يعني حين راه يوصل للصيف لكن ليس بالكمية التي يراد بها، يعني كان لحد الآن يومين راه قريب يتزايد على هذه المدة. نعم، أنت تابعت هذا الموضوع يعني خطوة بخطوة، وكنت تنقل كل الأخبار وكل الأحداث، يعني لو تحطنا في الصورة الآن، هل أزمة الأكسجين يعني تم حلها أو مازال لازم تكون هناك استراتيجية وتكون هناك خطوات عملية واستباقية حتى لا تقع الكارثة؟ الوضع الحالي زميلتي ليلى يتطلب خطوة استباقية ونظرة استشرافية لما هو آت مستقبلا، لأن الأعداد تتزايد يوميا، والأكسجين يعني كمثال مثلا مستشفى الطب الجامعي ولا مستشفى العلمة راهو توصل شاحنة مرة في يومين، يعني وتبقى كمية قليلة نظرا للاستهلاك الكبير لهذه المادة من طرف المرضى. نعطيك معلومة ليلى، أنه المريض اللي يكون في حالة حرجة يستهلك 4000 لتر من الأكسجين في الدقيقة الواحدة. تخيل كي يكون مستشفى في حوالي 50 ل 60 مريض ولا 100 مريض، شوف الكمية اللي تستهلك. لهذا نبراه يتزايد عليه، ونتمناه انه يعني تكون خطوة ايجابية ونظرة استراتيجية للمستقبل بهذا المادة، لازم نقضيو على الأزمة هذه، تكون في كميات كبيرة تضخ يوميا عبر الولايات. نعم، بالمقابل هل تلاحظ انت انه السكان، ونظرا للوضع الخطير اللي وصلنا له، هل هناك التزام؟ هل هناك وعي بخطورة الوضع هناك؟ يعني زميلتي ليلى كي نهضروا، يعني الحقيقه يعني كي تشوفي الواقع تاع المستشفيات واش راهو صاري، تشوفي الناس في الشارع، تشوفي يعني وكانه ما كانش مرض وكانه ما كانش كوفيد وانه ما كانش كورونا، تشوفي ناس يروحوا اقبال كبير على المحلات تاع الخبز بدون كمامات بتدافع كبير، قد ما الناس راهي توعي وقد ما المجتمع المدني راهو يلعب في دور على في الميدان باش يوعي الناس، لكن كاينه فئه يا زميلتي ليلى ماهيش واعيه لحد الان بخطوره الوضع اللي رانا فيه، ومدايره في راسها لحد الان انه ما كانش كوفيد وما كانش مرض، وهذا هو المشكل الكبير. شكرا جزيلا لك حمزة حناشي، مدير موقع صوت سطيف، كلمتنا من سطيف، شكرا جزيلا لك. نعاود نرجع لك استاذ احمد ابراهيمي، كنا نتكلموا على الحملة التضامنية، نتكلموا على يعني رغبة الجزائريين كلهم باش يكون عندهم دور في هذه الحملة، وشفنا بعض الخطوات، بعض النداءات، وشفنا حتى يعني ممثلين وممثلات شباب، لما نتكلموا على الممثلة نوميديا الزول اللي هي ايضا زميلة عندها برنامج في قناة لينا، وممثلات اخريات اللي ساهموا في حملة تضامنية اطلقتها جمعية تتكون من طلبة واطباء جزائريين في الخارج، هما انخرطوا فيها وعطوا لها يعني بعد اخر. لكن انا شفتها البارح، سمعتها في يعني استجواب مع الزميل رشدي رضوان عبر الهاتف، قالت له وهي تبكي ومتأثرة جدا بالوضع اللي وصلنا ليه، تقول له احنا الان جمعنا الفلوس ولكن ما على بالناش واش نديروا بهم، كيفاش تجي هذه الاجهزه، كيفاش ينقلوها، ما عندهمش خبره يا استاذ، ما عندهمش درايه بالعمليه هذه، عمليه التضامن. انا مانيش عارفه اللي كان ندعوها هي وكل الناس اللي عندهم دور وعندهم تاثير ويقدروا يعني يصنعوا الفارق، انهم يتوجهوا الى جمعيه البركه، لانه جمعيه البركه عندها خبره طويله، يعني 25 سنه في العمل التطوعي، في العمل الخيري، في العمل الاغاثي، تنقلت لكل بقاع العالم واخذت مساعدات كبيره، ونشوفوا فقط انجازاتها في قطاع غزه وين بنات مستشفيات ومعاهد ومدارس الى غير ذلك، وكل الامور اللي قامت بها انه جمعيه عندها مصداقية كبيرة وعندها خبرة، تعرف كيفاش تتعامل مع هذه الأمور، يعني يا ريت لو نوحد الجهود أستاذ، نوحدوا جهودنا، ما تبقاش جهود فردية كل واحد من جهته، الناس ما عندهاش تجربة، ما عندهاش خبرة، توقع مشاكل فيما بعد. هذا هو صح، هذا الإشكال، إذا كان سمح الأستاذ. تفضل. إشكالنا أنه نحبوا نديروا الخير، ولكن حتى باش نديروا الخير لازم الامور تكون مؤطره، تكون منظمه، لازم تكون منظمه، لازم يكون مسار، يكون سيركوي يعني موجود، وتكون خبره على مستوى محلي وطني، وخبره على مستوى دولي، وفي علاقات كذلك، علاقات سياسيه، علاقات دبلوماسيه، ربما تنقص المعلومه كذلك، ربما هاد الناس ما على بالهمش وين يتوجهوا، ما على بالهمش مع من يتعاملوا. انا نظن الجهات الرسميه كذلك لازم، رغم انها تجتهد يعني ما نقولوش العكس، ولكن ماذا بينا يعني اكثر مجهودات
يعني في هذا الجانب في هذا الباب يعني توفر يعني مكاتب على مستوى وزارة الداخلية للجمعيات المحلية للتضامن المحلي على مستوى الخارجي الموجه للخارج ما يكون على وزارة الخارجية. وللأسف يعني هنا يعني دور وزارة التضامن غائب تماماً يعني للأسف صراحة أنا نظن بلي ممكن شوفوا يعني ممثلات شابات قاموا وش ما قدرتش تقوم به وزارة التضامن ولا ربما جهات أكبر. باب التقييم يجب أن يفتح يوما ما باب التقييم تقييم كل القطاعات تقييم كل يعني كل شيء اللي درناه يعني نقف على ما قدمه كل قطاع ونقف على قطاعات التي لم تقدم أي شيء يعني هذا هو. ولكن القطاعات أو الجهات اللي ما وقفتش في ظرف مثل هذا إحنا ما نحتاجوهاش ونفس الشيء في ظروف أخرى اللي نفس الشيء يعني وضع أريح. إحنا كجزائريين كان مثلا نقولوه باللي فوالا في وقت الشدة اللي يبان الرجال فوالا في وقت اللي تسع الناس كاع ملاح الناس كاع كلها تدعي البطولة. ولكن في وقت الأزمات المواطن لازم يؤدي دوره ولكن كذلك السلطات والجهات الرسمية والقطاعات المختلفة يجب أن تقف وتقدم وتضحي. وخليني برك نضيف حاجة لك إن سمحتي بالنسبة للجمعيات كذلك فيه جمعيات أنا على علاقة كنقابة أطباء مع زملائنا منظمين روحهم في جمعيات في الخارج أطباء وفيه جمعيات كذلك ما مش أطباء ولكن ينسقوا مع هذه الجمعيات على الأطباء كذلك جزائريين وجزائريات يعني غايضهم الحال وداروا يعني جمعوا اموال وشراوا امور منا ولكن هم بعد حصلوا كيفاش يعني يدخلوها للجزائر باش يوزعوها للمستشفيات. صحيح وعندنا تدخل عندنا فيديو بعثونا الدكتور اسطنبولي جزائري في الولايات المتحده الامريكيه اللي يعني حيوه بالمناسبه حيوه ويعمل كثير هو في هذا الجانب التطوعي والخيري وين وجهنا فيديو راح نشوفوه فيما بعد. قال لك مع من تواصلوا؟ هذا هو الإشكال عندهم كل الإمكانيات ما كاش مع من يتواصلوا. نكمل معك الفكرة نعود نشوفوا الفيديو تاع أنا بالنسبة طرحت أنت واحد الإشكالية مش عارف لو وقتها تتناقش الآن ولا مش وقتها الله أعلم. إحنا هذا عندنا هذا المشكلة إحنا لا نأسوا جمعيات ولا نأسوا كذا هذا تخصص. أنا ما نقدرش دوك نتكلم فيه أنا كي أتكلم في الطب أنا نسكت ما عنديش علم ما نقدرش نروح انا نقول امور في العلم ولا نقول واش يحتاج النسبه اللي يحتاجها في الاكسجين هذا تخصص كذاك الجمعيات. احنا ما لا استنكر اي مبادره تكون وانما كل المبادرات وانما كاين واحد الحوايج تضر الناس كي الناس كي تشوف اللي كاين مبادرات ومن بعد ما كاش اثرها في الارض هذا يزيد يخلي الناس تبعد على العمل الجمعوي وتضر الجمعيات. إلا تذكري كنا درنا حصة في لينا بالشراكة مع لينا في قضية نصرة فلسطين وقلت لك يا أستاذة إذا احنا ما حققناش على الأرض معناها الحملة الجاية الناس ما تسمعناش. هكذاك احنا لما يروح واحد مثلا يدير هدة كما نقولوا بالعام يدير هدة كبيرة وفي فيسبوك والناس يتضامنوا معاه ومن بعد ما يشوفوش أثره على الأرض هذا راح يخلق نفسية عند المواطن وعند المحسن تضرنا احنا في المستقبل. كيف هذو يديروا الحملات والله ما على بالنا الدراما ذو وين راحوا. انا كمواطن كمحسن نتعامل مع جمعيه اللي نقدر نحاسبها انا في البركه كرئيس مفتوح الحساب. الدوله تحاسب مرحبا، المجتمع الحاسب مرحبا، المواطن اللي جاب الدراما مرحبا، يجي حاسبني على السلعه وين درتها، يجي حاسبني قلت له انا شريت 2000 جهاز يا اخويا نهار يتوصل المبلغ قال هاو المبلغ تاع الاجهزه لمدناه اروحوها من الاجهزه وجيبوا كل الرقابه تراقب الاجهزه هذه وين تروح وين تمدوا يعني كاين عنوان احنا ماذا بينا نتعلم. استاذ اسمح لي انت تتكلم على الجمعيات لكن هذه مبادرات شخصيه داروها ناس لا مانيش ننكرها يعني بصح مبادرات استاذه ليلى مبادرات لازم تلقى. كاين مبادره دارتها جمعيه علماء المسلمين قبل فتره اجت اكلها صح جات اكلها جل الاجهزه وتوزعت واستفادوا منها الناس كلها هذوك معناتها. انا حبيت نقول باللي الان ما نروحوش نخلقوا جو تاع تشويش على عمل لازم يقوموا به الناس اللي متخصصين فيه واللي لازم يلقى الاثر نتاعو به من بعد ما نرجعوش. احنا هذو كثير من هذو يقول لك الجمعيه تعطينا ما بينوش خدمه وراهم الجمعيه هذو وراهم المجتمع المدني هذا وراهم الاحياء تاع علاه مساكن هما مضرورين من هذا بصح حنا لعينا نبنوا مجتمع مدني نقدر نواجهوا به الصعاب. خلوه يمشي على حقيقته ويمشي وفق الآليات الحقيقية اللي هو دوك انا ما نقدرش نبقى نظل نحمل في الداخلية وما الداخلية. احنا ما عمرنا ما طلبنا حاجة من الداخلية وقالت لنا لا
عمرنا ما طلبنا حاجة من التضامن وقالت لنا لا، عمرنا ما طلبنا حاجة من وزارة الخارجية وقالت لنا لا. وش تطلبوا مثلا من التضامن؟ وش طلبتوا؟ طلبنا رخص، عطونا رخص. رخص هذا أقل شيء من الدول. لا 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 أستاذة ليلى، أستاذة ليلى، أنا حبيت نقول باللي إحنا الآن رانا في واحد الوضعية والله ما هي اللي تحمل المسؤولية. صحيح صدقيني صحيح. اليوم رانا في حالة خطيرة، خلينا نجمعوا الجهود، وراه جاي التقييم كيما قال الأستاذ. أنا نقول اليوم باللي لو كنا نبداو نخلطوا في الهضرة هذه الناس تنفر منا. طيب والمجتمع ينفر منا، المجتمع والله ما يحب هذا. هذا هو الهدف تاعنا في هذا البرنامج. خلينا نشوفوا الفيديو اللي بعثه لنا دكتور اسطنبولي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هذا النداء اللي قدمه. السلام عليكم أخت ليلى، وسلام على كل متفرجين قناة لينا. وفي هذا اليوم الصعب الذي تمر فيه الجزائر بهذا المشكلة تاع الوباء الكورونا، وبعد سماعي لعدة نداءات من إخواننا الأطباء عبر التواصل الاجتماعي أن الحالة صعبة، وفي طلبات كتير من إخواننا المرضى اللي راهم يعانيوا صراحة من نقص الأكسجين اللي ممكن تسلك مريض يعني من الموت، بعد طبعا أخذ الأدوية اللازمة. نحن كجمعية وكمهاجرين في أمريكا نطلب من كل إخواننا يتقربوا من الجمعيات لإتر مساعدة هذا المرضى، وإحنا مستعدين نسمعوا لإخواننا شو الممكن نعملوه في الخارج، ما هي الإجراءات، ما هي الإجراءات المعمولة بها، وإحنا منتظرين يعني نلبيوا النداء لهذا المساعدات اللي المفروض تحتاجها الجزائر. بارك الله فيكم، بارك الله كل ما يساعد ولو بالدعاء. شكرا جزيلا لكل من يحاول أن يساعد ويخرج الجزائر من الأزمة اللي راه فيها. شكرا ليلى، وإن شاء الله نشوفوا أيام خير لهذا البلد إن شاء الله. يلا ربي معك، السلام عليكم. طرح دكتور اسطنبولي يعني إشكالية كبيرة كنا نتكلموا عليها الآن، هي يعني كيفية التواصل مع الأطراف اللي يمكن لها تأخذ على عاتقها هذه الحملات التضامنية وتبين النتائج اللي تكلمت عليها. الأستاذ ليلى، احنا أبواب البركة مفتوح وأبواب شركائنا مفتوح، ما عندنا حتى مشكلة، يتواصلوا. والحساب مفتوح. حساب البريد، الحساب البريدي موجود على الشاشة الآن من اللي بدأ البرنامج هو موجود، الحساب البريدي موجود الحمد لله. اليوم راه كان التقنية تاع التواصل يشوفني ويشوف ويتكلم معي، يكلمني يحاسبني نحاسب عادي، ما كاينش مشكل. حتى هذيك اللي قلت عليها نوميديا شفتها تبكي أنا بالأمس، أنا أثرت فيها لأن القلوب تتفتت أمام تشوف واحد قدامك أنت قادر تقدم له ما يموتش مسكين، مبادرة مليحة هو يموت أمامك وأنت ماكش قادر تقدم، مبادرة مليحة من فلان. نعم نعم، أنا هي قامت بالواجب تاعها. شوف روح المبادرة عندهم، روح المبادرة صح، لكن يحتاجوا فقط لتأطير. أستاذة ليلى، نعم. هي بالنسبة لها تحركت من ضميرها وقامت بالموجب، تعرف ما تعرف الشمال، المهم هي قامت. احنا حبينا نقول دكتور دقيقة، حبينا نقول لهذا الناس أبوابنا مفتوحة زيد، احنا ما نشوف يشهد الله، الناس راه تشوف فينا، يشهد الله ويسألوني قدام الحساب يوم القيامة. احنا لا نريد شهرة بهذا العمل، قسما بربي الذي خلقني. 25 سنة ممكن، قسما بربي الذي خلقني، يا للنوم راه يطير عليا لما اشوف هذيك الحالات ونقول هلا احنا نجي يوم القيامة. احنا على بالنا بالصراط راح نعاقبوا عليه كل يوم القيامة، وما راح ينجوا ان الناس اللي راهم يفكوا في الرقاب. احنا ربي راه يمتحن فينا الان، راه يمتحن في ديننا، راه يمتحن في الرجلة تاعنا، في أخلاقنا، في قيمنا. هل إحنا اليوم ما نكونوش أنانيين نؤثر على أنفسنا؟ هي تاع نؤثر أنفسنا، شحال راح يطلب الأمر؟ وقت معين نتجند فيه كل، نقدم فيه المساعدة، نساهم نساهم وش نساهم، وبعدها كل واحد يرجع لحياته. هذه حال الوطن تاعنا، طلب الرجال طلب منهم الوطن 7.5 سنين، قدموا 1.5 مليون شهيد. اليوم الوطن تاعنا طلب منا هذه اللحظة نكونوا معاه،
نكونوا معه نكونوا معه، شحال راح يدي منا هذا الجهد؟ فلهذا انا نقول يعني لحظه حرجه ولازم تتجمع الجهود اللي ربي اللي راشد علينا، لا نحوسوا على شهره ولا نحوسوا عليها في المحل، وانما قادر انا ومصاب يعني. القادر اليوم راني معك، غدوه يجيك الخبر. بعد الشر عليك استاذ. هذه ما كانش واحد، رانا شفنا ناس راحوا معنا. صحيح. سليمان بخليلي كان معي، كان معايا ما سأل، كنت انا وياه ما سأل، الصباح قال لي في المستشفى، بعد ايام رحل الى ربه. رحمه الله عليه. لازم تتضافر الجهود، وكذلك استاذ لازم حتى السلطات تتعاون مع هذه الجهود. لما تكلمنا على المستشفيات الميدانيه، يعني جمعيه مثل جمعيه البركه قادره هي تتكفل بمستشفى ميداني تجهزه، ولكن بالطبع. ربما ما عندكش مع من تتواصل. حتما طبعا. شوفي ما كاش مع من يتواصل. سيدتي شوفي المقبله كنا نسموه في الاستاذ اسطنبولي ونشكروه على كل حال، من خلاله نقدموا تحياتنا للجاليه الجزائريه اللي قدم يعني قدم كثير. تعرف واش قدم الاستاذ؟ لا واش حبيت نقول برك، يعني لما تكلم على قلنا كيفاش هذو الناس كيفاش مع من يتصلوا، كيفاش انا اسال كمواطن ما دور من يمثلنا في الخارج، يعني الدبلوماسيات يعني في الخارج اللي السفارات والدبلوماسيين ما دورهم هذا هو ما يمثلوا الدوله الجزائريه في الخارج. اذا الى كان المواطنين الجزائريين في جمعيات ولا كاشخاص حابين يبادروا حابين يتصلوا ببلادهم، نظن باللي من واجب السفارات انت وانا والقنصليات في الخارج انها تفتح ابوابها وتكري يعني مقرات ولا قاعات ولا وتسمح لمثل هؤلاء انهم ينشطوا وتكون لهم هي سند، تقدم التأطير اللوجستيكي الاداري وتسمح بوصول المساعدات بطريقه منظمه الى البلد بما فيها فرق طبيه ولا شبه طبيه، كاينين زملاء حابين يدخلوا كذلك باش يساهموا باش يساعدوا. اذا هذا التاطير يعني وسائله موجوده عن طريق القنصليات وعن طريق السفارات نتاعنا في الخارج، يجب ان تتحرك. انا مانيش نقول ما يشدير والو، ولكن لما نسمع مثل هذه الصراخات ولا مثل هذه التدخلات والناس تتساءل ماذا كيف نعمل؟ كيف نوصل هذه التجهيزات؟ كيف نوصل هذه المساعدات؟ لا. نقول انه يجب ان يتوجهوا الى هذا القنصليات في الخارج. هناك مشاكل على مستوى الجمارك، مشاكل على مستوى وسائل النقل. هذا الشيء حبيت نضيفه، يعني حبيت نضيفه. شيء مؤسف. الدوله ولا وسائل الدوله موجوده ويجب ان تسخر. اليوم رانا يعني طائرات عسكريه ومشكورين كذلك لما نتكلم على يعني الجيش الوطني الشعبي وال يعني الطائره فيها رواد فيها الناس راهي تدير يعني في السوايع 12 ساعه ذهابا و12 ساعه ايابا، يعني ما يرتاحش على الصين باش يجيب الكميات نتاع اللقاح كما كانوا في الوقت يعني في مضى كانوا يعني الامور تاع الوقايه. دوك الكل راه مستنفر، نريد ان هذا الوسائل كذلك يعني تسخر لنقل هذه التجهيزات وتوفير كذلك وسائل النقل مجانا عن طريق يعني قطاعات الدوله لهذه الجمعيات التي راهي تنشط، جمعيات المجتمع المدني كذلك. استاذ اسمح لي، المجتمع المدني اللي عنده دور كبير، لانه احنا في 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 ازمه مثل هذه ما نستناوش فقط الدوله، يعني الدوله شكون؟ الدوله هي كلنا احنا، يعني كلنا مجتمعين دوله. مجتمع شوفي المجتمع المدني تاع فقط نسهلوا لهم المهام ونفتحوا لهم فيه جمعيات، يعني لما تشوفي بالالاف يعني تحصى بالالاف، ولكن لما نقولوا النشاط الميداني وخاصة في الأزمات ولا في الوضعيات المتأزمة والله تحسبها على يعني بالعشرات، يعني في 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 بعض الولايات اختفت. ولكن لما كنا نتكلموا في وقت مضى على تنظيم مجتمع مدني الناس تتهافت ما تلقايش وين تقعد، يعني احنا كانوا يعرضونا كنقابات يعني باش نحضر في بعض الفضاءات ما نلقاوش كرسي وين نقعدوا تلمو، يعني ونحتار انا شخصيا يعني وين هذا الزخم الكبير هذا تاع الجمعيات، يعني وين راه الاثر تاعو يعني في ميادين عديده. ما كناش في الازمه تاع الكوفيد، اليوم من اللي بدات هذه الازمه تاع الصحيه والازمه تاع الكوفيد كثير من الجمعيات كانت اسمائها يعني على كل حائط وعلى كل على كل الصور اختفت تماما. اذا الدوله اليوم وهذا معمول به في كل الدول العامل بما فيها الدول الكبرى يجب ان تستند على مجتمع مدني قوي، ماشي تاع كلام فقط، ماشي تاع مناسبات. والمجتمع المدني اليوم عنده أثر ولا يأثر في السياسات حتى في الخارج. صحيح. الدبلوماسية تاع الدول اليوم تتبنى على المجتمعات. صحيح. على الجمعيات القوية. صحيح. وعلى المجتمع المدني المؤثر. صحيح. ويخصنا كذلك التنظيم، ويخصنا القائد اللي لأنه الناس دائما
يعني تنتظر من يقود المبادرة، من يبادر من أجل تنظيم حملة مثل هذه. نشوفوا أيضا دور كبير لرجال الأعمال الجزائريين، وهذا الفيديو بعثه لنا السيد حسن خليفتي صاحب أليونس للتأمينات وكذلك رجل أعمال كبير، هو ساهم في الكثير من الأعمال التضامنية والخيرية. صحيح، وهو يعني بعث لنا فيديو وأطلق نداء لكل رجال الأعمال، لأغنياء الجزائر، لبسطاء الجزائر، لكل فرد من الجزائر أن يساهم كل حسب مقدراته لنجتاز هذه الأزمة. نتابع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال هذه المداخلة البسيطة نريد أن ندعم مبادرة جمعية البركة للتضامن الوطني في إطار محاربة الجهد الوطني لمحاربة كوفيد 19، وخاصة هذا المتحور دلتا الذي أصبح يعتبر كارثة صحية على المستوى العالمي، وكذلك يعتبر أزمة صحية كبيرة على المستوى الوطني. رغم كل المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية والجيش الأبيض الذي هو مجند منذ تقريب سنتين، لكن الأمور أصبحت خطيرة جدا، ويحتاج منا الشعب الجزائري كفئة من هذا الشعب أن نكون مجندين. اليوم ليست يوم عتاب ولا يوم نقد، اليوم هو يوم تجند ويوم الوقوف إلى جانب الشعب الجزائري وإلى جانب السلطات الجزائرية. من هذا المنبر نقول لرجال الأعمال ولمنظمات رجال الأعمال وكل من له إمكانيات مادية ومعنوية وكذلك إمكانيات يعني من الناس معروفين وقيم من هذا المجتمع، الكل يتجند من أجل يعني الشعب الجزائري ومن أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجزائريين. اليوم رجال الأعمال لازم نجندوا، لازم نجندوا بالمال، نجندوا بالوسائل، نجندوا بالماديات، نجندوا بالأكسجين، بالقارورة الأكسجين اللي لازم نضعها تحت تصرف الدولة. اللي عنده يعني كاين مصانع اللي تمشي، اللي عندها تصنع نفس الأكسجين، لكن لازم نحبسوا الإنتاج يعني مؤقتا ونخلوا هذاك الأكسجين للمستشفيات، نمشي ونخليه للمستشفيات، لأنه نحن بدون الشعب الجزائري لا نساوي شيئا. واليوم الشعب الجزائري محتاجنا، الجزائر محتاجتنا. اليوم منظمات رجال الأعمال، اليوم هو الوقت الذي يجب أن نكون فيه يعني في خدمة الجزائر، ولا نطالب بشيء إلا خدمة الشعب الجزائري، الشعب الجزائري والجزائر. لهذا نقول في الأخير نحن لنا دور ولنا مسؤولية كذلك في حماية أنفسنا، في حماية عمالنا، وفي حماية شعبنا. ونطالب أنه الشعب كذلك لازم أنه يحمي نفسه، أنه يوضع الكمامة، أنه يحترم تدابير التباعد الاجتماعي، أنه يبتعد عن التجمعات، وأنه نكون يعني كلنا مجندين أولا لتوفير ما نقدر أن نوفر، وكذلك لاحترام التدابير الصحية. والسلام عليكم. نداء من القلب أيضا لرجل أعمال حسن خليفتي، اللي هو عنده مبادرات خيرية كثيرة يعني قام بها، وهو نداء كذلك لكل رجال أعمال لأغنياء الجزائر، وين لازم في هذا الوقت يبانوا. أستاذ، أنا شخصيا يعني أشهد يعني السيد خليفتي حسن والمؤسسة التي يمثلها بالطبع، يعني وقوفها إلى جانب يعني مهني قطاع الصحة وقطاع الصحة منذ بداية الجائحة. يعني كان من بين، انا شخصيا يعني كنت تعاملت معه شخصيا، انا تعاملت معه شخصيا اخ وصديق كذلك، ويعني منذ بدايه الجائحه يعني كان اتصلوا عن طريق من يمثل الشركه وساهموا في عديد الولايات، يعني وسائل الوقايه في الاول، يعني نذكر يعني عانينا يعني الاطعام كذلك، الفرق الطبيه وشبه الطبيه كنا في حجر يعني صحي في بعض الولايات مغلق تماما، وسائل النقل ماهيش موجوده، مطاعم مغلقه، اذا كان فيه كذلك عملوا على توفير وجبات يعني غذاء للمهنيين تاع قطاع الصحه، وكانت كذلك هي كان درنا ثاني مبادره مع بعض يعني في بدايه الجائحه مع جمعيه البركه لتوفير هذا الشيء الى جانب شركات اخرى. اذا انا نظن من بين كما يقولوا لي زونتربريز سيتويان، يعني الشركات اللي عندها الحس المواطنه، الحس المدني راقي،
ونظن باللي الظرف اللي رانا فيه شي او قالوا يعني ما نقدرش نزيد على شي اللي لازم اللي تتضافر الجهود. الانسان اللي ما لقيناهش اليوم ما عندنا ما نديروا به، كانت شركه، كانت مؤسسه، كان شخص، كانت شخصيه، كان رياضي، كان الا ما لقيناهش اليوم، ما لقيناش بعضنا بعض كجزائريين، وما وقفناش وقفه رجل واحد على كل المستويات، على مستوى التوعيه والتحسيس والانضباط مع الاجراءات الوقائيه، وكذلك تطبيق البروتوكولات الصحيه والامتثال الى تطبيقها، والعمل على تحسين ظروف التكفل بالمرضى، كل المرضى بما فيهم المرضى الاخرين ماشي غير الكوفيد، وكذلك العمل على التحسيس ودفع هذه العمليه تاع التطعيم اللي بديناها في بلدنا منذ شهر جونفي، ولكن كانت تاخرت نوعا ما في البدايه، ولكن اليوم راهي تعرف انطلاقه لاباس بها، راه ضغط كبير، وحتى على هذا المستوى ممكن راح يعني نطلب المساعده نتاع هذه الشركات ولا هذ المقاولين ولا الناس الاثرياء ان يعاونوا ويساهموا باش اللي يقدروا عليه، باش حتى عمليه التطعيم تتم في ظروف عاديه، في ظروف مقبوله، باش ما تكونش هي كذلك سبب في انتقال العدوى وانتشارها في الناس اللي في وسط الناس اللي تجيب باش دير تطعيم. اذا لازم تكون في مساحات كبرى، لازم تجهز بامور بسيطه، الناس في ظروف تاع حراره، المهني راح يعملوا في لي شابيتو ولا في قاعات ماهيش مكيفه، ممنوع التكييف يعني لا كليماتيزاسيون على جال الوباء، اذا ويعملوا بالسترات هذوك بالبيرلات، يعني ناس اللي تتسبب عرقا في درجه حراره تقريب 40% على الاقل، انا نتكلم على المناطق الشماليه، ما بالك في المناطق الداخليه والجنوب، وحتى المواطنين لما استقبلوهم في هذه الظروف، يعني يعني هذا يتطلب منا الكل انه نقدموا قرارات ما، نقدموا يعني وجبات غذائيه للناس اللي تعمل، يكون فيه يعني مساهمه على مستوى تقديم كيفاش نقولوا الوسائل تاع الوقايه، واحد يجيب جال، واحد يجيب ديبافات، واحد للمواطنين اللي يجيو ممكن ما عندهمش، وكذلك للمهنيين، لانه لا كونسوماسيون الاستهلاك ارتفع بصفه قياسيه نظرا لعدم استقرار الوضع الوبائي، وهذا يعني ما يكفيش، جهود الدوله موجوده ولكن يجب ان نساعد باش اللي نقدروا عليه. نعم استاذ احمد ابراهيمي، الان ماذا بينا نعرفوا واش هي الاليات العمل تاعكم في هذه الحمله؟ في كل حمله عندكم خطط، عندكم اليات، عندكم استراتيجيه تبنوها من اجل الوصول للاهداف، وحنا شفنا تجربتكم في الحملات السابقه. في هذه الحمله تحديدا واش هي الخطط والاستراتيجيه المسطره من طرف الجمعيه؟ الاليه الاولى نبدينا فيها، الآلية الأولى هي الحملة. الحملة لإعلان الناس باللي جمعية البركة بالشراكة مع قناة لينا مع الشركاء الآخرين اللي ذكرناها في بداية الحصة، راهم جاهزين، هام داروا لكم حساب بريد ياكم تشوفوا فيه في الشاشة، حطوا فيه وكل واحد ينفق، اللي قادر ينفق 50,000 حط، اللي قادر ينفق 100,000، اللي قادر يحط مليون، اللي قادر يحط مليار، اللي قادر هو يتطوع يشن الأجهزة هذه كل قادرين، كاين ناس قادر يجيب لنا هذه 2000 جهاز وحده، وين الاجر كل وحده؟ ما كان حتى مشكل، من غير ان ينقص من اجرنا احنا اللي رانا قاعدين نساهموا. الان الاجراءات، كاين اجراءات على مستوى الدوله، الاليات قلت لك انا درناهم، ارسلنا وزاره الصحه، الان لما نجيبوا الرخصه بها نروحوا لوزاره النقل ونروحوا للبنك ونروحوا للجمارك، هذه امور يعني تقنيه تقوم بها الاداره تاع البركه، متعودين تقوموا بها عادي عادي، ما عندناش مشكله والحمد لله، سنجد التسهيلات باذن الله. هذا ظننا، حسن ظننا، باللي انا على بالي باللي الوضع راه سواء من رئيس الجمهوريه الاخر مواطن بداوا يشعروا، بداوا يشعروا، يعني الناس مهما كانت تشوف الاستهتار بصح، ولكن كل يعني الاغلبيه تاع الناس بدات تحس بالخطر، بدات تحس الناس بالخطر. انا هذا الاجراء، الاجراء الثاني مع الناس اللي في الخارج اللي ساعدين، اللي قاعدين يساعدوا فينا في قضيه الاجهزه، كاين اخ يعني الان نتواصل معاه، هو اللي راح نسقنا مع المصنع في الصين وجاب لنا الاسعار، وكاين واحد في الولايات المتحده وجاب لنا الاسعار وكذا، احنا الان هذه الامور كلها راه عندنا وموجوده عندنا، وهذا تاع الاستاذ تاع فرنسا هذا اعطاني قال لي الاجهزه اللي تدخل للجزائر ونجيبوها بمقاييس الاتحاد الاوروبي، يعني ما مش اي جهاز قال لي نجيبوه ممكن يضر الناس ولا، قال لي هذه بالمقاييس الاوروبيه، وبعث لي كل الوثائق، موجوده الوثائق عندي وحولتها للناس الخبراء، يعني الناس اللي يعرفوا في هذا الميدان، قالوا لي الشيخ اذا قدرت تتحصل على الاجهزه تكون انت قد جبت اجهزه حقيقيه وفق المعايير الاوروبيه اللي هم يحكوا عليها، يعني هذه كلها الاليات. الان اهم حاجه وهذه المحطه استاذه ليلى، كيف نطرق الابواب، كيف نقدر نحصل على المبلغ هذا تاع ال 2000 في اقرب وقت، في اقرب وقت،
لانه ما بقاش يطول. لما نقول لك الجهاز ممكن يطيح لنا حتى ب 10 ملايين، الجهاز يطيح ب 10 ملايين، يعني الناس واحد قادر ينقذ 10 ارواح، واحد قادر ينقذ هذو الارواح يوم القيامه يتقدموا في الوقت اللي خليني نفتح قوس، في الوقت اللي كاين الناس راهم يبزنسوا بهذه الاجهزه، يعني مهم جدا. شفت يعني الناس يبزنسوا بارواح الجزائريين، بحياه الجزائريين، بمآسي الجزائريين، الجزائريين وكارثه هذه لازم استهجان ولازم رفض من كل الجزائريين. والسلطات لازم تقوم، حتى السلطات القضائيه، السلطات الامنيه لازم تقوم بدورها في ردع هذا الاشخاص. لا فرق ما بينه، شوف هذا الانسان اللي تاجر بالارواح، لا فرق ما بينه وبين خائن. انا مش راني نطلع في المصطلحات باش نسب الناس، ليس هذا اسلوبي وليس هذا اخلاقي. والانسان اللي يكون في المرتبه تاعي ماذا به يقول الكلام اللي يجمع. بصح واحد يتاجر بالارواح تاع الناس خائن. علاه احنا نكرهوا الحركه؟ لانهم تاجروا بارواح الناس، كانوا مساهمين في قتل الناس. علاه اليوم احنا نكرهوا اصحاب المخدرات؟ لانه يقتل في الناس. علاه ذوك بائع المخدرات نكرهوا لانه ما مش شباب، عينيه مش زروقه ولا شعره مش صفر، لانه يقتل في الناس. احنا ندعو الناس، يعني ماهوش وقت، هذا ماهوش وقت باش تبزنس بالارواح. يعني انت تشوف واحد يموت امامك وانت تروح تبزنس له في القاعه تاع يعني القاعه تاع الاكسجين، حسابات في الفيسبوك ويتاجروا بطريقه عاديه. انا شخصيا كنت دائما ارفض، يعني ويوصلوني يحولوهم لي في البريد نتاعي تاع شبكه التواصل الاجتماعي باش ننشرهم في الصفحه نتاعي، لانه صفحه متابعه. ودائما كنت ارفض انه الامور تمشي بهذه الطريقه. والناس احيانا يضطرون لشرائها، ولكن الشيء اللي حبيت نقوله فوق التنديد، انا نقول باللي هذو ما جزائريين، ما عندهم حتى علاقه بالشعب الجزائري. الشعب الجزائري قيمه معروفه، مواقفه مضبوطه، ويعني ايثاره على نفسه في الازمات معروفه منذ الازل. احنا اذا كان رانا نتكلموا على بلدان، يعني بلدان جوار، يعني وضمنا معاهم، وحتى بلدان افريقيه، بلدان فقيره، بلدان بعثنا نبعثوا ادويه، نبعثوا تجهيزات طبيه، نبعثوا اموال، نبعثوا اغذيه. بالامس تونس، يعني بالامس تونس، يعني كيف هبينا هبه كبيره. يعني كيفاش نولوا احنا بيناتنا كجزائريين وحنا في كما قال يعني الناس تموت يعني خنقا وهي في حاجه الى جرعه تاع اكسجين، وانا الاجهزه عندي البارح كنت نبيع فيها مثلا ب 4 ملايين 6 ملايين، اليوم ولا الجهاز يدير 20 مليون. كيفاش حتى السعر نتاع الاكسجين، كاين بعض الخواص يشريوا من الشركات يعني كميات نتاع اكسجين، يعمروا القرع ويبيعوا يعني اضعاف مضاعفه. على هذيك اللي قلت انه هادو يعني من المفروض تطبق عليهم الاجراءات القضائيه. بالطبع بالطبع من المفروض. بالطبع هذه خيانه بالنسبه لي، هذه خيانه امانه. هذا انا قلت باللي هاد الناس ما يقدرش يكونوا جزائريين. انا ارفض باش هذا يقول انا جزائري كيما انت، ماشي كيما انت. هما نفسهم اللي يضعفوا في اسعار الخضر والفواكه في شهر رمضان، هما نفسهم اللي يضعفوا في اسعار اللحوم ولا استاذ ليلى. كان امور والله تتجاوزي عليهم تقدر قال والله غير خضر بصح الان الروح والله بصح ما تقدريش تقارني لانه هذا مش مقارنه، ولكن نفس الاشخاص. انا هذا تاجر رغم انه ندين هذه الممارسات، يعني ممارسات ما عندها حتى ماهيش تاع اخلاق. يعني انسان كان يبيع في هذه الامور، علاش ما نلقاوهاش في الدول الاوروبيه؟ علاش ما نلقاوهاش في الدول الاوروبيه؟ وين في الدول الاوروبيه في الاعياد في رمضان شهر رمضان هناك تخفيض فيك في الاسعار كل شيء. هذه لازم نربيه مع بعض جيل يرقى بهذه القيم ويعيدها الى مصفها، لانه هذه القيم كانت موجوده في المجتمع نتاعنا، وكانوا ابائنا واجدادنا اميين، لم يعرفوا طريقة للمدرسة، ولكن كانوا مربيين على القيم وعلى الكرم وعلى التضامن، يقسم معك الخبز نتاعو هو جيعان، ولكن القيم معها الردع ومعها القوانين. صحيح. لا، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني ما فيهاش نقاش. لازم 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 يكون كاين الردع. أنا واش نقول؟ بصح أنا دائما نقول واحد الكلام مهم جدا، نقول لي ما دارش خير في عونه ما يقدرش يدير خير في غيره. انا واحد دروك نشوفه ماهوش يدير في الاجراءات والتدابير الوقائيه ومستهتر، نقول هذا انسان لا خير فيه. هذا ما توقعش منه الخير مره اخرى، لانه انسان ما دارش خير حتى في عمره، ما دارش خير حتى في زوجته وفي ولاده وفي اهله. ما على بالوش لو كان يدير الفيروس العشيه راح يدي دار كامله. وواحد ديك النهار جا لي يبكي بالدمعه، قال لي انا السبب تاع الوفاه تاع الاب تاعي. قال لي كنا في جماعه، حضروا في جماعه مش عارف حقيقه وكذا، ونصاب، ولكن هو قال لي انا مش متعمد ما على باليش يعني، لكن
بصح انت وين كنت نقول هذا ما على باليش ما على باليش يا اخوان. اليوم استاذ اليوم القاعده التي يجب ان نتبناها جميعا، الشيء اللي لازم نامنوا به الكل، انه كل واحد فينا مصاب الى ان يثبت العكس، الى ان يثبت هذه القاعده. اذا كيفاش نفصلوا في الامر هذا؟ يا كل واحد يحمي نفسه. احنا اليوم رانا في الاستديو هذا، ممكن المشاهد يقول فوالا هما راهم قاعدين ماتش ديال الكمامه. اولا فيه وقت يعني زمن محدد، ما راناش قاعدين ساعات مع بعض. ثانيا في مساحه مسافه نتاع امان يعني درناها مع بعض، وحتى دخلنا استديو باش نحينا الكمامات لامور متعلقه بالحصه والاخراج بالحمله. ولكن اليوم القاعده المعمول بها واللي لازم الكل يلتزم بها، انه راني حامل الفيروس الى ان يثبت العكس، وقد اكون مع شخص حامل الفيروس الى ان يثبت العكس. اذا باش نفصلوا فيها نهائيا، الشخص اللي راني معاه يدير الكمامه نتاعو وانا ندير الكمامه نتاعي، بهذا الشكل اكثر من 90% من الوقايه درناها مع بعض، وهذا هو بدايه العزل. هي على هذا المستوى انسان كيقول يعزل، نديروا عزل صحي، حب يقول نمنع الناس انها تلتقي، نمنع الناس انها تجتمع، نكسر الحلقه تاع. إذا كان درت الكمامة نتاعي، العزلة اللي بديتو على مستوايا، عزلت نفسي على المحيط الخارجي اللي راني فيه اللي ممكن يكون ملوث بالفيروس دونك ينتقل إليا، ممكن أنا نكون مصاب ولا أدري، وراني نخلي ينتشر الفيروس داخل المحيط اللي راني فيه. المحيط وشنو؟ محيط عائلي، محيط مهني، وسيلة نقل تجمعنا، دخلت الإدارة عندي وثائق نخرجهم، دخلت البريد نخرج دراهم، دخلت سوني الغاز نخلص لا فاتوره تاع الكهرباء، دخلت الى سوق فيه اكتظاظ، دخلت في مساحه تجاريه مغلقه، منتزه يعني فيه عائلات بولادهم ورانا مكتظين في المساحه هذيك، كل هذه في مطعم، كل هذه الفضاءات التي تجمع يجب ان يعني نكون فيها بحمايه. لا وبهذه نحافظ على سير الحياه تاعنا اليوميه. علاه انا علاش من الصباح وانا ندور؟ صح انا دايرين حمله ونجيبوا الاجهزه وكذا، لكن احنا ما نقدروش نجيبوا 40 مليون جهاز استاذ ليلى. هذا كاين 40 مليون في الجزائر هذه، وكاع كيما قال لك الاستاذ راهي معرضه لهذا الامر. فاحنا اللي نركزوا عليه هو الان الحاجه الوحيده اللي نركزوا عليها هي الوقايه الان. واش معناتها الوقايه؟ معناتها كل واحد يتحمل مسؤوليته بما يكونش هو يحمي نفسه وما يكونش هو سبب في اذى الاخرين. انا قلت لك او كثير من الناس يوم القيامه راح توقف بين يدي الله قاتله بجرم القتل. يعني كل اللي راح واحد شد السيف وقطع الرقبه تاع الواحد. فلهذا ما نستهينوش. انا نقول انا علاش راني نقول هذا الكلام؟ راني نقول الكلام ما مازيش يضعف الامور. لان الا بقينا هكذا معناتها رانا رايحين مع زايد، ما نبداوش نخلعوا في الناس ونجيبوا بالكلام هذاك تاع الفيسبوك. حتى هذيك نصيحه لهذو اللي يكتبوا في الفيسبوك، والله غير نصيحه عليهم لوجه الله، ما تروعوش الناس. الخبر لا ماكش متاكد منه ما تقولوش. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما تجيبوش الاخبار اللي تزيد تروع الناس وتزيد تخوف الناس. كاين قادر واحد بالخبر مو راوي يموت لك في البلاصه، جي خلع مسكين. نعم استاذ احمد ابراهيم، قبل ما نختموا هذا النقاش نشوفوا هنا مجموعه من الفيديوهات بعثوها لنا فنانين وصحفيين، وكل واحد عنده دور استاذ ابراهيم. صحيح. الفنان عنده دور، الاعلامي عنده دور، رجل الاعمال عنده دور، كل واحد عنده دور مهم من اجل الحث على التضامن والحث على التآزر في هذه المحنه حتى نخرج من هذه الازمه. عندنا الممثل محمد فري مهدي، عندنا الفنان عبد العزيز بن زينة، الفنانة نضال، والإعلامي يونس صابر شريف. فيديوهات قصيرة تبعوها تحفيزية، هذه الفيديوهات من أجل التضامن، من أجل تلبية نداء هذه الحملة اللي راح تخفف الكثير من الآلام وراح تنقذ حياة كثير من المرضى. تابعوها ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية جمعاء وين ما كانت. شكرا جزيلا للأخت ليلى بوزيدي على هذا البرنامج الخير. شكرا جزيلا لجمعية البركة اللي راهي معاك، وهذه الجمعية الناشطة المثابرة من أجل فعل الخير اللي راهي تسعى أنها تجيب قارورات الأكسجين من الخارج. حبيت نقول للناس اللي يشوفوا فيا،
انه هذا وقت اللي لازم نحطوا اليد في اليد ولازم نتعاونوا على فعل الخير، لازم نحطوا يدنا في يد جمعيات مثل هذه الجمعيه اللي راهي تسعى باش تقلل من الاصابات، باش تقلل من الموت، باش تقلل من الحزن المخيم علينا وعلى كل العالم. شوفوا في العيد، العيد ما عرفناش نفرحوا به، لماذا؟ لانه هذا الوباء اللعين رانا نواجهوا فيه بغير وعي، بغير مسؤوليه. المفروض كل مواطن، كل فرد منا يكون واعي ويكون مسؤول امام نفسه وامام الله، لانه هو راه يساهم في نقل العدوى منه للعائله تاعو، للمحيط تاعو، للمجتمع تاعو، بالتالي للبلاد. الله يستركم، خليوا الطريق، افسحوا المجال. اذا ما قدرتوا ديروا والو، ما قدرتوش تعاونوا، اللي ما يقدرش يعاون يحكم دارو، واذا خرج للضروره، اذا خرج للضروره ياخذ الاحتياطات نتاعو الوقائيه، الكمامه تاعو، المطهر، باش هكذا هو ما يتصاب، ما يعدي احبابه، ما يعدي اهله، ما يعدي محيطه، لانه هذا الشيء والله حرام. نخرجوا هكذا يا حنا نواجهوا في هذا الفيروس هذا يا القتال الفتاك بغير وعي وبغير مسؤوليه. سبحان الله، رانا نشوفوا في المظاهر اللي راهي حاصله في البلاد، اعراس وتجمعات ومانيش عارف انايا، في عز ما راه الفيروس يقتل في اهلنا واحبابنا يوميا. سبحان الله، العيد ما قدرناش نفرحوا به، النجاح تاع اولادنا ما قدرناش نفرحوا به، لانه اذا ما ماتش عندي انا في الدار واحد يموت جاري، يموت واحد اللي نعرفه، يموت واحد من اهلي بعيد عليا. اتقوا الله في نفوسكم وفي في في اهلكم وفي بلدكم، نتعاونوا نحطوا اليد في اليد من اجل اننا نخفوا ونواجهوا ونقضوا. ولما لا كما راه صار في الدول المتطوره، الان في الدول المتطوره ما راهمش يحكيوا على خطر كورونا، خلاص عرفوا يتعايشوا معاه، عرفوا كيفاش يهزموه، عرفوا كيفاش يواجهوه، كيفاش بالمسؤوليه الفرديه، كل واحد مسؤول امام نفسه وامام الله بالتوخي الحذر. الحجر، انا شخصيا نقول الحجر ما يكفيش وما هوش حل، لانه فقط راح يوقف عجلات التنميه في البلاد. ما تخلوش، علاش خلو حتى نوصلوا الفرض العقوبات على المواطن؟ علاش حتى يولي المواطن مسكين زوالي ما عندوش يخرج، ما يديرش كمامه، من بعد يولي في غرامه. المفروض الاهل ما يخلوش ولادهم يخرجوا هكذاك بلا كمامه، الناس تتعاون وتفهم. بالعكس، لازم نعاونوا بعضنا بعض، لازم نساعدوا بعضنا بعض باش نقضيو. سبحان الله، احنا امه، احنا مواطنين كجزائريين، المفروض رانا نعرفوا، رانا واعيين، واللي ماشي واعي فينا الواعي يوعيه. شكرا جزيلا، شكرا لجمعيه البركه ولكل الجمعيات اللي راهي واقفه تحارب في هذا الفيروس. شكرا شكرا للاطباء، للبروفيسور، للممرضين، لكل كل عمال الصحه اللي راهم ايضا يموتوا، واللي راهم مخليين عائلاتهم وقاعدين يجاهدوا باش يقلوا من الاصابات في عز هذا الخطر اللي راه داهمنا. شكرا جزيلا للناس الاعلاميين اللي راهم يوعيوا في المواطن، شكرا جزيلا للمواطن الواعي اللي المسؤول، اللي هو اذا شاف مواطن قدامه ماهوش مسؤول ينبهه بالحسنى ويوعيه بالحسنى. شكرا جزيلا وبالتوفيق لكل الناس اللي راهي تدير في الخير، بارك الله فيها ولها. السلام عليكم، معكم الفنان بنزينة، اللي يحبكم ويخاف عليكم ويخاف على بلاده ويخاف على اولاده وعلى العائله وعلى الشعب وكل اللي يحبكم. انا عايشين مع بعضنا، حبيت نوصيكم برك وصايا وتعرفوها. اولا تباعد أمة 2 متر على الاقل، بعدوا على بعضنا. كي نمشيو ثاني، هذه حاجه سهله يا خويا، نمشي انا دروات واللي جايين يمشيو ادروات، نتنظموا والله غير النظام هذا. اعطانا ربي الوباء هذا باش نسقموا روحنا، باش نزيدوا نقدموا لربي سبحانه. وضع الكمامه واش فيها؟ وضع الكمامه ديرها، ملي تجي خارج من الدار ديرها، وما ديروش هذيك تاع القماش وكذا، كاين شي ريشيكال فيها تطرواكوش، هذيك مليحه ديروها، انا ندير من هذيك. ثاني السلام، السلام بدون لمس، بدون لمس، بدون لمس السلام، ولا لا لا السلام غير هكذايا. وحنا يا مؤمنين ومسلمين ونتوضا ونصلي، الغسل، غسل اليدين باستمرار، غسلوا يديكم، غسلوا يديكم كذا كذا. وثاني كي تنحيوا الكمامه ما ترميوهاش في الارض،
ما ترميوهاش يا خالتي. علاش؟ علاش نرمي واني نشوف انا الكمامات، ثاني ندور نشوف الكمامات ما ترميوهاش، وحتى درو نريحوا شويه في الدار ما نخرجوش غير الضروره، نروحوا نقضي ولا ندخلوا. هذه نصيحة كبيرة تضمنك، نصيحة للتجار يا خوتي التجار، يا خوتي التجار، يا خلنا نحن خوتكم تزيدوا في الغلاء وتزيدوا كذا، واللي زيد اللي أكثر مضرة هذوك الخبازين يبيعوا الخبز. مانيش ضدهم احنا، تاني لافامي كل بولونجية وكل، لكن تبيعوا الخبز وتشدوا الدراهم لا لا، خلي واحد يشد الدراهم واحد يبيع الخبز. نصيحة كبيرة هذه، والله غير حبيت نحبوا بعضنا باش نخرجوا من هاد الميزيرية هذه اللي راهي فينا. أوابة ماشي تمسخير، ما كاش دار ما قاسهاش، ما احنا من لافامي كاين اللي ماتونا، كاين اللي راه مرات، ربي يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله، واللي داوا الخير اللي عندهم قدروا يديروا الخير او ناقص شوية الاكسجين يا جماعة، شوفوا كيفاش عاونوا. السلام عليكم وربي يحفظكم ان شاء الله وتهلاو في روحكم. السلام عليكم، تحية صادقة لطاقم قناة لينا وإلى مشاهديها الكرام. هذا الفيديو طبعا هو بمثابة نداء، اللي دفعنا لهذا النداء هو الوضع الصحي المتأزم والحالة الخطرة التي وصلنا إليها، خصوصا وأن هذا الوباء في الآونة الأخيرة اختطف كثير من الأرواح ولا يزال، بالإضافة إلى أن المستشفيات نتاعنا لم تعد قادرة على استيعاب المصابين بهذا الوباء، وخصوصا أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى مادة الأكسجين. إذن هذا النداء نتوجه به إلى كل الجزائريين القاطنين بالداخل أو بالخارج، وإلى أصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الضمائر الحية، كي نتكاتف فيما بعضنا ونتضامن لتوفير أجهزة الأكسجين أو أجهزة التنفس التي من خلالها يمكننا أن ننقذ كثير من الأرواح، لأن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن رجائي من كل الجزائريين أن يتكاتفوا ويتضامنوا لتوفير هذه الأجهزة للمصابين حتى نتمكن من احتواء هذه الأزمة. السلام عليكم، أنا يونس أبو شريف، نضم صوتي لجمعية البركة اللي راح يتنظم اليوم حملة تضامنية باش يشروا أجهزة التنفس ويشروا المعدات تاع التنفس للمستشفيات الجزائرية. اليوم المستشفيات تحتاج إلى إغاثة، مش فقط من الجهات الرسمية ولا من طرف الجمعيات، لكن حتى من طرف المواطنين. هذه المستشفيات وهذه الصروح الصحية تحتاج إلى مساعدتنا، لأنه كلنا رانا معرضين اليوم للخطر، واحد ما قادر يسلك من الإصابة من فيروس كورونا. شفنا الكثير من الجزائريين اللي أصيبوا، شفنا الكثير للأسف اللي فقدوا حياتهم، هناك شخصيات عمومية اللي توفات، هناك مواطنين اللي ماتوا، هناك كبار سن اللي ماتوا، هناك شباب اللي ماتوا. فاليوم نحتاج إلى مكثفة الأكسجين، نحتاج إلى قارورات الأكسجين، ولو كان ما نتكتفوش اليوم كجزائريين باش نعاونوا خوتنا في المستشفيات بهذه المعدات، فأنا نظن بأنه هذا هو حان الوقت فعلا باش نعاودوا نفعلوا الميزة التضامنية اللي تميز الشعب الجزائري. فأنا نشكر كثير بجمعية البركة على هذه المبادرة، وأنا نضم صوتي لها ونضم صوتي لكل الخيرين في هذا البلد من أجل المساعدة. عيب كبير أن نشوفوا اليوم الجزائريين ولا نشوفوا البعض أنهم يتاجروا بأرواح الجزائريين ويتاجروا بمكثفة الأكسجين. اليوم مكثف الأكسجين اللي كان يدير 17 مليون أصبح يدير 30 مليون، قارورات الأكسجين كان الناس يضارب فيها. فاليوم عيب كبير أن نشوفوا البعض راه يتاجر وراه يضارب بهذا الأمور. فهذه هي الفرصة اليوم باش نعاودوا نأكدوا بأنه الشعب الجزائري ما يعرفش هاد الظواهر السلبية. الشعب الجزائري هو شعب ضامن مع روحه. اليوم لازم نمدوا حتى رسالة لبعض الجهات اللي لازم تكون اليوم هي قاطرة لمبادرات التضامن، ونبينوا لهم باللي الشعب الجزائري حتى وإذا نساوه هو ما ينساش روحه وما ينساش خوته. فهذه الرسالة موجهة لكل الجزائريين، موجهة للجمعيات، موجهة حتى للمسؤولين، موجهة حتى لأرباب العمل وأصحاب الشركات وأصحاب رؤوس الأموال اللي اليوم لازم يعاونوا
اليوم أرباب العمل لازم يعاونوا الجزائريين ولازم يعاونوا المستشفيات. فاليوم من فضلكم من فضلكم من فضلكم تكاتفوا مع جمعية البركة. وهذه رسالة مني أنا يونس أبو شريف صحفي، جوزت ربما فترة تاع الكوفيد وصدقوني ما هيش حاجة سهلة، ربما أنا شاب لكن الأمر ما كانش سهل بتاتا أنك تعيش تجربة الكوفيد. خليك من واحد اللي يكون كبير ولا خليك من واحد اللي عنده مرض مزمن، خليك اللي عنده مرض سكري، خليك اللي عنده مرض القلب. فاليوم هذه رسالة نعاود نقول موجهة لكل الجزائريين، نتمنى أنها تلقى أذن صاغية. شكرا. لداءات عندها دور كبير أستاذ. أستاذة ليلى أنا نطلب منك الكلمة، يعني بناء على وش قال الدكتور قبيل، قال كلمة مهمة، قال الآن على كل واحد يقدر يقوم بواجبه من خلال الموقع اللي يكون فيه. لما احنا نسمع كلام من فنانين هذو، شوف الإنسان، الإنسان ليس بمظهره، الإنسان بمواقفه، الإنسان بمواقفه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي قال مرأة بغي، مرأة بغي، يعني أطعمت هرة أدخلها الله الجنة. فالمواقف هذه كما هذه والرسائل من هذا النوع، هذه تأثر في الناس وتخلي أثرها الطيب وتنفع الناس يوم اللقاء مع رب العالمين سبحانه عز وجل. لأن احنا رايحين رايحين الدنيا هذه، احنا رايحين نتلاقوا مع ربي سبحانه عز وجل، وراح نتواجه بأعمالنا، كل نفس بما كسبت راهنة، مرهون بأعمالنا. والأعمال الكريمة يوم القيامة والعظيمة هي القلوب السليمة. اليوم اللي تسمع هذا النداءات، وانا نشكر هذا الناس ونقول لهم جمعية البركة مفتوحة لكم، ومش لأنها جمعية راح تزيدوا لها في قرادها ولا راح تطلعوها. جمعية هذه درناها باش نخدموا الأمة، باش نخدموا الناس، باش نساعدوا المستضعف، باش نفرجوا على الناس. ما بالك اليوم مواطن بأكمله مهدد بهذا، يعني نبقى وننتظر حتى غدوة يعلن رئيس الجمهورية انهيار المنظومة الصحية اللي قدر الله، كما صرا في بعض الدول. شفنا بعض الدول يعني قادر الكوفيد هذا ينهي دول، ينهيها لو كان ما نجندوش. فلهذا انا نحيي هذه الاصوات ونحيي هذه الناس، وهذا هو الواجب علينا. واحد من كل موقع اليوم لما راح تنفق ما راح تعطي لا لابو زيدي ولا لياسم رابط ولا لاحمد ابراهيمي، راح تعمر الكونت تاعك، راح بقى تلاقي ربي. انا اليوم مباريت انا وسي مرابط وسي الصادق وسي ليلى وسي جمال وسي الناس الشركاء الاخر، مبارينا بنفتحوا لكم ابواب الجنه برك. هذا معنا لا فائدة من هذا الأمر لنا شخصيا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فنسأل الله أن يقينا شر ذلك اليوم بهذا العمل. نعم، وكل عمل تضامني أو خيري لازم له تنظيم. لما نتكلم على التنظيم نتكلم على الجمعيات اللي عندها خبرة مثل جمعية البركة. كنا أطلقنا حملة تضامنية مع غزة بعد القصف الكيان الصهيوني، وربما ما كانتش فرصه باش نستعرضوا. طلعنا من الاستوديو. نعم. هذا بالشراكه ما بين البركه وجمعيه لينا والشركاء اللي ذكرتهم من الاطباء. في عجاله فقط، هو ماشي هذا هو الموضوع. الموضوع تاعنا اليوم هو موضوع اخر، ولكن حبينا برك نبينوا لكم انه جمعيه البركه لما تطلق حمله، لما توعد توفي، ولما تطلق حمله تبعها بنتائج، هذه النتائج تكون صوت وصوره. في عجاله شوفوا يعني بسرعة، شوفوا هذه الصور، القافلة اللي كانت وعدت بها جمعية البركة اللي وصلت لقطاع غزة بعد تنظيم كبير واستراتيجية وصبر ومعاناة وإلى آخره، ولكن في النهاية الحمد لله دخلت القافلة ووصلت للمبتغى، وصلت للنتائج اللي سطرتها الجمعية منذ بداية الحملة. شوفوا هذه الصور ونعود إن شاء الله نختموا اللقاء هذا. المساعدات الطبية التي قامت بها جمعية البركة الجزائرية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، والتي نأمل إن شاء الله تعالى أن تصل إلى أهلنا في قطاع غزة خلال هذين اليومين. نحن في 16
7/2021. هذه هي المساهمات المشكورة التي قدمتها جمعية البركة الجزائرية من الشعب الجزائري هدية إلى أهليهم في قطاع غزة. نقول لهم شكرا لكم، شكرا على عطائكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم في المنطقة الحرة في الإسكندرية مصر، حيث يتم تجهيز سيارات الإسعاف، نشكر لجمعية البركة الجزائرية وللشعب الجزائري تبرعهم ودعمهم بالقطاع الصحي وبهذه سيارات الإسعاف المتبرع بها لصالح أهل غزة، أهل القطاع المحاصر. نشكر لكم جهودكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من أجل أهل الجزائر جهدهم وجهادهم. وهذه السيارات التي بإذن الله تعالى قريبا ستدخل إلى القطاع، هذه تبرعاتكم أهل الجزائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم جهدكم معنا في تجهيز هذه السيارات كسيارات إسعاف، والتي بدأ التجهيزات بها ابتدائية كما تشاهدون هنا. هذه هي التجهيزات الابتدائية، شبكة الكهرباء التي يتم وضعها الآن داخل هذه السيارات، والتي بإذن الله تعالى ستكون جاهزة خلال الأيام المقبلة القريبة. بارك الله فيكم، شكرا لجهودكم أهل الجزائر، شكرا لجمعية البركة الجزائرية على جهودهم بسيارات الإسعاف وكذلك المواد الطبية التي بإذن الله تعالى سنكون قادرين على إرسال صور فيديو لها قريبا إن شاء الله تعالى. شكرا أهل الجزائر، شكرا لجمعية البركة الجزائرية، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. إذن هذه عينة فقط من المساعدات اللي وصلت عبر قافلة الخير اللي نظمتها جمعية البركة. لما نتكلموا على عمل تضامني وإغاثي، نتكلموا على التنظيم، نتكلموا على الخبرة، نتكلموا على العلاقات، نتكلموا على مسيرة تقريبا 25 سنة، نتكلموا على جمعية البركة، على هذيك اللي دائما احنا نقولوا لازم نوحدوا جهودنا، نوحدوا تضامننا، نوحدوا مساعداتنا، وتصب كل في جهة واحدة. هذه الجهة هي اللي عندها الوسائل وعندها الخطط وعندها الاستراتيجية باش نوصلوا للنتيجة اللي شفناها الآن. باختصار أستاذ، أنا أقول بلي هذا خير الشعب الجزائري اللي طلبناه في هذه القاعة وفي هذا الاستوديو، وبالشراكة اللي ذكرناها يعني بيننا بين البركة وقناة لينا والشركاء الأفاضل من أطباء وأئمة وعمال التربية. اليوم هاي أمامك دخلت 10 شاحنات كبيرة يعني محملة بالأدوية، محملة سيارة الإسعاف، ممكن بعد 2-3 بإذن الله إجراءات تم ستدخل إن شاء الله. هذا اللي أهلنا في فلسطين وهذا واجب علينا ومش منا. اليوم رانا في بلادنا والحملة راي في بلادنا، والجزائر كي تبقى الجزائر واقفة تخدم فلسطين وغيرها إلى نهارنا الوطن هذا ما نقدر نخدمه لا نفوسنا ولا غيرنا. لا، والظرف يطلب منكم أنكم نعم الواجب الواجب الآن أنه حماية بلادنا ووطننا والمواطنين تبعنا. أنا أقول أن ساهموا، الأرقام حسابكم، ساهموا، الجمعية آمنة، أيديها نظيفة، اللي مستعدين للحساب، مستعدين للإطلاع، مستعدين تشاركونا، مستعدين تنضموا إلينا، مع أن حتى شروط دارينها في الإنظمة من البركة أستاذة ليلى، أي واحد ينجز ويخدم ويعاوننا مرحبا به، الباب مفتوح، ما عندناش لون معين ولا طائفة معينة ولا، مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع. احنا قدمنا مساعدة في الخارج، ما كناش ننظروا لدين الناس. انا نشوف في احد الدول قدمنا المساعدة للمسيحيين، للناس اللي يصلي اللي ما يصلي. انا هذا ليس شأني، هذا شأن المولى عز وجل هو الذي يحاسب الناس. انا لست قاضيا على الناس، انا داعية للخير، انا زارع للقيم تاع الخير، انا انسان نريد نفرج على الناس، نريد نخدم على رقبتي، ننجي هذه الرقبة يوم القيامة من الحساب، نريد نقتحم العقبة يوم القيامة، الصراط هذاك اللي ما يقدر يعقبه حتى واحد إلا الناس اللي مفكوا في الرقاب اليوم يسلكوا في الأرواح ويسلوا الناس اللي يطعموا في هذا الزوا والأمساك اللي راهم يموتوا بالشر. هذو هما الوحيدين اللي يوم القيامة يدخلوا الجنة بغير حساب. الجنة معروضة علينا، انفقوا يا ناس، ما تبخلوش،
دعوكم من الأمور السلبية، خلونا نكونوا إيجابيين، خلونا نكونوا ناس معاول تاع خير، خلونا في حياتنا نبني قصة نجاح تبقى لوليداتنا نموذج، خلوا أثر طيب نبقى نذكر به بين يدي الله، خلوا هذا العمل هو أهم شيء إنقاذ الأرواح، خلونا بهذا العمل نذكر في حضرة الله. يا أخي أي حاجة نجتمعوا، أي ناس يجتمعوا، أي مؤمنين يجتمعوا على الخير ولا يتعلموا القرآن ولا ينصحوا بعضهم بعض إلا والملائكة هذه اللي كانت تحرصهم تطلع على ربي تذكرهم بأسمائهم وأسماء أبائهم. خلونا بهذا العمل نذكر في حضرة الله يا سيدي، علا نحرموا بعضنا بعض وإحنا قادرين باش نصنع قصة نجاح حقيقية ننقذ وطننا ونساهم في الخير ونكون إن شاء الله من دعاة الخير في هذا البلاد إن شاء الله. دكتور الياس مرابط، التضامن مليح وواجب وضروري، لكن أيضا الوقاية، أيضا إجراءات الحماية من انتشار هذا المرض كذلك أولوية في هذا الظرف. أولوية الأولويات يعني. نعم. الكل اليوم الشيء المستعجل هو أنه نوفر ظروف للتكفل بمرضانا، وكل واحد قادر يساهم يعني ما في الشك أنه راح سيؤجر يعني. وأنا نقول يعني في ثانيك بشيء مختصر أنه نقابة ممارسي الصحة المومياء لو لم ترى الثقة والخبرة والكفاءة في جمعية البركة وجمعية أخرى تعاملنا معها، ولكن أخص بذلك جمعية البركة لأنه عملنا معها وكانت لنا محطات قبل الكوفيد كذلك يعني درنا عمل مع بعض يعني نشهد لهذه الجمعية بهذا الخصال يعني الثقة والخبرة والكفاءة. والشيء اللي نضيفه بالك على الشيء اللي سمعناه احنا كأطباء كمواطنين جزائريين كإطارات نقابية نقولوا للمهني قطاع الصحة يعني مشكورين يعني الشيء اللي راهم يبذلوا فيه شيء جبار يعني المجهودات. صحيح. تضحيات. صحيح. يعني نترحم على الشهداء اللي فقدناهم منذ بداية الجائحة، رانا في أكثر من 214 طبيب شهيد ربي يرحمهم يعني من أساتذة رؤساء مصالح أطباء عامين صيادلة من القطاع الخاص من القطاع العام. لما نحسب كل أسلاك تاع قطاع الصحة رانا تجاوزنا 350 حالة وفاة ونوعية من الناس وأكثر من 20,000 مصاب، أكثر من 20,000 مصاب، عشرات الحالات اليوم راهي في حالة في وضعية حرجة نتاع أطباء وشبه طبيين وأعوان اليوم. يعني لازم نوفر لهم يعني على الأقل الجو باش يخدموا، ولكن رغم هذا نقول أنه يعني هذا العمل سيؤجرون عليه لا شك. أنا لا أشك أنه هذا عمل خيري كبير، ولكن يقدروا كذلك حتى يعني يساهموا دعما ماديا دعما معنويا تحسيس المواطنين حولهم باش ينخرطوا في هذه المبادرة. نعم. في هذا التضامن الوطني التي اليوم كلنا يعني يجب أن نتجند يعني لدعمها ولما لا للتفكير فيما بعد هذا الوضعية، لأنه أنا دائما متفائل. تفائلوا خيرا تجدوه. أنا نقول سمتنا احنا كمواطنين ولا كمسلمين كذلك دائما ثقتنا في الله عالية ونتفائل دائما للخير، وعلى بالي هذه الوضعية اللي رانا فيها سنخرج منها إن شاء الله، وقد ما نتضامن قد ما نديروا يدنا في اليد قد ما نقصر هذه المدة تاع الخروج من الأزمة إن شاء الله. ولكن الناس اللي تقدر تقدم الكثير أصحاب المال أرباب العمل للشركات مواطنين عندهم خير لازم يخموا كذلك أنه لازم نبنوا مستشفيات مع بعض كما نبنوا المساجد كما نبنوا دور الحضانة. هذه ربما في وقت قادم ومن المفروض هي خطط واستراتيجية تكون مدروسة وتكون من المفروض يعني لازم المجتمع موجودة. المدني لكن خلينا نخرج من هذه الأزمة الحرجة اللي نمر بها. أولا إن شاء الله أرقام الحسابات تاع جمعية البركة موجودة الآن أمامكم، أتمنى أن ينخرط كل الجزائريين في هذه العملية التضامنية لنخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار. شكرا لكم جميعا. إذا عندك كلمة تقولها أستاذ أحمد إبراهيم. أنا كلمتي أولا أشكرك وأشكر القناة وأشكر السيد مرابط والشركاء اللي ما حضروش معنا لأعذار أخرى. أنا هذه الحملة إن شاء الله تنجح ونساهم إن شاء الله تنجح مثل ما نجحت الحملات السابقة. وإحنا رانا في خدمة المواطنين. نعم. وإحنا موجودين في مكاتبنا في 58 مكتب معنا. نعم. ومع الشركاء وسنوافي الجزائريين بكل خطوات ستكون حصة إن شاء الله كما عرضنا الإنجاز تاع الحصة اللي فاتت. هذا الإنجاز اللي شافوه الناس أيضا نزيدوا إن شاء الله في حصة كما هذه ونعرضوا الإنجاز هذا كي نحقوه بإذن الله
ونكونوا كاع فرحانين ان شاء الله بهذا الاداء. نعم، شكرا لك احمد ابراهيمي رئيس جمعيه البركه. الشكر موصول ايضا للدكتور الياس مرابط رئيس النقابه الوطنيه لممارسي الصحه العموميه. نشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق وحظ موفق في الخدمه تاعك استاذ. ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا الكرام اشكركم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.